يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. وربما وإحنا يعني مفترض يعني في فصول السنة إن إحنا في شهر الربيع، وهو شهر الحب وشهر الغرام، ومفترض إن ده موسم زي ما بيقولوا كده، موسم للزواج وإعلان الزواج، مش في مصر بس، ده في كل العالم طبعا. ده يعني رغم التغيرات المناخيه، احنا بنتكلم يعني ان الربيع ده في فصول السنه اللي موجود. بتكثر الحكم عن الزواج وبيكثر الكلام عن الحب. والحكيم لما وصى ابنه قال له يا ابني يعني لو عايز تعرف معنى السعاده فاعرف ان السعاده بيكمن او ربع او نص السعاده في حياتك يكمن في اختيارك لزوجتك، كيف تكون هذه الزوجه بالنسبه لك مكمله. والقرار ان الشخص ياخذ قرار الزواج ربما يكون قرار صعب جدا، لان هو بيقولوا ان دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تسال فيها حد، كل واحد بيبقى ليه بصمته الخاصه، يعني ما تسالش حد تقول له اعمل ايه، لان اكيد كل واحد فينا عنده مواقف مختلفه. على اي حال، القرار اللي احنا بنتكلم عليه ده ربما بيبقى مرتبط بعدد كبير جدا من الشروط اللي بيضعها الانسان حتى ياخذ شريكه حياته. سؤال النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وانت بتختار شريك حياتك بتدور على ايه؟ بتدور على اللي شبهك ولا بتدور على اللي بيكملك؟ اعتقد ده سؤال يبدو يا باسنت ان هو سؤال فلسفي، ولكن في حكم كتير وفي يعني اعتقد اشياء كتير جدا ممكن تتقال. هو يبان سهل، يبان السؤال سهل، لكن صح. هو في الحقيقه هو صعب قوي. يعني انت النهارده احنا عددنا كبير في العالم، لكن هو في الحقيقه انك تلاقي حد انت قادر تكمل معاه حياتك ويكون شريك الحياه النهارده صعب. ده بسبب حاجات كتيره جدا جدا. اول حاجه الانفتاح الكبير قوي على الحياه عامه والسوشيال ميديا، التغيرات في صفات المجتمع بشكل عام. فالنهارده احنا بنشوف العائلات المصريه في الخمسينات يمكن كانوا شبه بعض كلهم، حتى في اللبس، حتى في يعني في الخروجات، في كل حاجه. النهارده مفيش كده، النهارده كل واحد مختلف. تلاقي حد عايز يعيش حياه بوهيميه، حد عايز يعيش حياه فلسفيه، حد عايز يعيش حياه رياضيه، ايا كان. صح. يعني الاختيار صح. اللي الانسان بيختاره بيبقى مختلف شويه عن غيره. انا يعني السؤال ده رده هيكون رد شخصي، يعني انا شايفه ايه؟ انا شايفه او انا دورت على ايه؟ دورت على شبهي، لانه النهارده بالاختلافات اللي احنا فيها دي، الاختلافات حتى الفكريه، انا شايفه انه مهم ان انتوا في بيت واحد تكونوا متفقين على اساسيات كده معينه، عشان حتى لما تيجوا تربوا ولادكم عليها في المستقبل ما تكونش الاختلافات دي تاثر عليهم وعلى شخصيتهم وعلى الابرينجنج بتاعهم او طبعا. يعني النشاه بتاعتهم لازم يبقى في تكافؤ في المستويات. وهنا ما بتكلمش بس على المستوى الاجتماعي، يعني
لازم يكون في تكافؤ في المستوى الاجتماعي، لكن طب. لازم يكون في مستوى في تكافؤ في مستوى التفكير والقيم والمبادئ. طبعا. النهارده لو انا حد قيمي مختلفه عنك تماما هنعيش ازاي؟ يعني لو انا افكاري مختلفه عنك او يعني فاهم قصدي، لازم اكون اللي معايا شبهي، ما اقولش هغيره او هغيرها. بس ده على حسب برضو انت فاهمه السؤال ازاي، ان شبهك وبيكملك انت شايفاها اجتماعيا ممكن يكون بيكملك في حاجات تانية. يعني ممكن يكون شبهك في حاجات انت خدتيها، عشان كده قلت السؤال. انا هكمل لك السؤال، يبدو ان فعلا في فيهم اكتر من شكل. لا انا لسه هكمل لك قصدي ايه. يعني انا في مثلا يقول لك ايه، انا ممكن انا حد مش بتكلم كتير، عايز حد يبقى معايا مثلا متكلم عشان يكملني. ايوه يعني حقيقي ده محتاجين ده، لكن انا بتكلم شبهي في الصفات يا مصطفى. يعني انا النهارده لو انا واحده بحب مثلا الخروج الكتير، لان انا خلي بالك انا بتكلم هنا ليه، لانه في كتير من شباب وشابات المجتمع يقول لك هيتغير بعد الجواز. مفيش حد بيتغير. مثلا بنات كتير قوي بتفتكر الولد اللي بيسهر كتير وبيخرج كتير ويعرف بنات كتير انه هيتغير بعد الجواز. لا، ما بيتغيرش، مش هيتغير. في ولد فاكر ان البنت اللي بتخرج كتير قبل الجواز هتقعد في البيت بعد الجواز. لا، مش هتقعد في البيت، هتفضل تخرج لان دي حياتها، هي اتعودت على كده. البنت اللي متعوده تصبغ شعرها وتعمل مش عارفه ايه، مش هتتحجب بعد الجواز، مفيش كده. يعني الا لو هي عايزه ده بالزبط. موضوع تاني، لو هي قناعتها الشخصيه عايزه تعمل ده هتعمل ده. لكن انا غير حد، محدش هيتغير عشان حد، ولو اتغير هيتغير لفتره مش كبيره، هيرجع تاني في وقت من الاوقات بعد سنه اتنين تلاته، لكن هيرجع. فعشان كده انا بقول هنا لا، خد اللي شبهك من الاول عشان لا تغير حد ولا حد يغيرك. خلي حد عنده اهداف، يعني ما بقاش انا طموحه وعايزه اشتغل وعايزه احقق نجاحات وانا جوزي اصلا ناوي لما يتجوزني يقعدني في البيت. بالزبط. ما ده غلط. الاحترام لازم يكون متبادل بين الاثنين. انا لو واحده مش عارفه احترم الشخص اللي بيقدم لي ايا كانت الخدمه اللي بيقدمها لي، انا لا احترم الاب ولا احترم الام ولا احترم العيله ولا احترم حد. فلو انت شخص محترم وهادي وجميل وانا يعني عصبيه لا، لازم يكون في لو انت ساكت وما بتتكلمش كتير لكن انا متكلمه، او انت حد بتحب الخروج وانا شويه بيتوتيه تاخد بايدي شويه ونخرج مع بعض. ده بنكمل بعض في الحاجات دي. لكن انا شايفه في وجهه نظري انا لازم بجد تاخدوا اللي شبهكم، واللي شبهكم هنا لازم يكونوا العيله شبه بعض. العيله مهمه جدا، يعني لازم العائلات يكونوا يعني قريبين. انا مثلا في بيتي متعود ان انا بشوف بابا وماما مثلا بيصلوا مثلا، لازم اشوف هنا كمان ده، لان حسب انت بقى هتبقى عايز ولادك عاملين ازاي في الاول وفي الاخر. انما اشوف حد بيكملني، في ناس بتبقى عايزه ده ومحتاجه ده. انا بشوف خد اللي شبهك، انا بشوف كده. طبعا انت بتشوف ايه؟ انا شايف برضو السؤال يعني في شقين، جزء من اللي شبهك جزء من اللي بيكملك. يعني انت ما اقدرش اجزم ان هو شبهك يعني بس واللي بيكملك بس. اللي شبهك زي ما انت قلت كده اجتماعيا، في المستوى الاجتماعي، في المستوى الثقافي، في معرفتك بربنا، في علاقتك بالناس، في الذوق، في الادب، في الاخلاق، في العادات، في التقاليد، في النظافه، في حاجات كتير جدا. ما ينفعش تاخد حد ما يعني مش عشان الموضوع ده مهم جدا مش هتعرف تستريح معاه. لازم يبقى شبهك في الحته دي. اللي بيكملك في حاجات كتير. انت ممكن تبقى انت محتاج ان حد يكملك، ان انت تبقى محتاج يعني اشياء كتير، مش القصه مش بس يكملك على المستوى الاجتماعي. يعني انت يمكن ايه ربما تفهم السؤال يفهم كده، لكن انت ممكن تكون محتاج حد يكملك في اشياء كتير. زي ايه يعني؟ ادينا مثال. انت فاهم السؤال ازاي يعني؟ يعني انا مثلا زوجتي استاذ تاريخ، انا بحب التاريخ جدا. فانا بحب انها تقعد تحكي لي عن ده. فبحس ان انا ساعات اقعد اسمع منها اكتر. فهي بتكملني. بس هنا مش يعني لا. انا حاسه لا، انه بالعكس هي كده شبهك. بالعكس انتوا عندكم نفس الانترست، نفس الاهداف، هي دكتورة جامعة بتدرس هذا الامر. فانت لما تبقى قاعد بتكملك لو انت اصلا ما عندكش الحب للتاريخ مثلا، او عايز تعرف مثلاً تاريخ مثلا، لكن هي بتديك المعلومة وانت مستمع جيد. يعني انت حابب تسمع. ما هو انت بقى على حسب بقى الواحد فهم ازاي السؤال. هو السؤال برضو ايه بيحمل يعني اوجه كثيرة. انت ممكن تشوفها ازاي وممكن بتتعامل معاها ازاي، هتاخده شبهك في ايه وهتاخده بيكملك في ايه. يعني وجهات نظر.
حقيقي انا شايفه انه العمليه دي عمليه معقده شويه طبعا. يمكن عشان كده دايما بقول خدوا وقتكم، مش كبير مش كتير اكيد، لكن حاولوا ان انتوا تاخدوا وقتكم في تفكير في شريك حياتكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه. يمكن النهارده واحنا بنتكلم انا ومصطفى اختلفنا عن المعاني فده في حد ذاته يخليك تفكر انه انت لازم تعرف انت عايز ايه بالظبط. عايز حد فعلا شبهك وشبه عيلتك وشبه. انا من كتر ما شفت اختلافات في حياتي، من كتر ما شفت الناس بقت مختلفه ازاي في كل حاجه، يعني الناس بقت بتختلف على الثوابت النهارده، فاهم قصدي؟ يعني حاجات انت ما ينفعش تقول يعني ده كذاب مثلا، ما ينفعش، فاهم قصدي؟ فالناس بقت بتختلف في ده. فانا عشان كده بشوف لازم تاخد اللي شبهك في التفكير، في الاهداف، في الدعم، حتى هيدعمك ازاي. ممكن مصطفى شايف الموضوع ده بطريقه تانية، فعشان كده احنا حابين نعرف من حضراتكم انتوا بقى تختاروا شريك حياتكم ازاي وانت بتدور، هل على اللي شبهك ولا على اللي بيكملك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقه النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها عليها اخر اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا فسان، صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الفل عليك لميا. ما اني بشوفك ساعات بتكتبي نصايح كده في الجروبس، عايزه اعرف منك انت تنصحي الناس بايه؟ يشوفوا اللي شبههم او يختاروا اللي شبههم شريك حياتهم، ولا يختاروا اللي بيكملهم؟ بصي، هو انا بالصدفه امبارح كنت شايفه كده معلومه بتقول ان مش كل حبيب ينفع يبقى شريك حياه، صح؟ لكن يبقى حظك حلو قوي لو شريك حياتك ده بقى حبيبك. فدي او السؤال ده بالذات اجابته ملهاش قاعده، لانه في ناس احنا شفناهم حوالينا كتير. مثلا انت راجل بيتوتي جدا يا مصطفى، فاخترت واحده شبهك بتحب برضو قعده البيت وزي ما بيقولوا بالبلدي كده ايه، ريحه طيب وهادي، ممكن علاقتكم تنجح وتستمر والجواز ينجح جدا، وفي فتره في حد تاني بعد شويه بيزهق بيقول ما فيش حاجه جديده في حياتي، لا انا عايز واحده مطرقعه ونخرج ونسافر ونروح ونيجي وحاجات كده. فدي الحاجه الوحيده اللي ملهاش قاعده، هو على حسب الشخص نفسه حابب ايه او هيعيش ازاي. فهو ده رايي في الموضوع، مش كل شريك الحياه ينفع انه يبقى حبيبك، او كمان التفاصيل بتاعه شخصيتك ممكن تبقى مكمله معاه ومبسوط بيها وانت كمان مبسوطه بيه. يعني الانسان ما بيعجبوش حاجه كده كده. لا، في ناس بتبقى حياتهم يعني، بصي، في ناس بتحب حياتها تكمل وبيحبوا يتخطوا حاجات كتير ويحبوا يصلحوا حاجات كتير، وفي ناس ستاند باي كده من الدنيا، لا 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 مش عاوز، انا مش مكمل اللعبه دي. وهو حلاوه السؤال ان ليه يعني اكتر من معنى. وخلينا نشوف الناس بتقول ايه في القصه دي. بصبح عليكم مره ثانيه، وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبداها بالقاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه مش بتاثر لحد دلوقتي على معدل الحركه، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المروريه. لكن شارع بورسعيد من عند نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي ومكمله معانا لحد كوبري الساحل والامريه. الكورنيش من المظلات ولحد وسط البلد في كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نكمل جولتنا المروريه في شوارع الجيزه، وبالتحديد من شارع الهرم اللي طبعا دلوقتي بيشهد كثافات مروريه، والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه سير السيارات، وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزه المعدني. شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانيه في شارع السودان ومكمله معانا لحد جامعه القاهره وميدان النهضه ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابه. اما محور صفت في كثافات مروريه بتزيد مع الاتجاه لجامعه القاهره. هنروح لمحافظة اسكندرية، فيها كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، كمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة.
هنروح دلوقتي لأسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا على المرورية. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما احنا متعودين بنبدأ بالأخبار اللي كانت محل اهتمام الناس امبارح، ومن أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة، كمان متابعة سيادته للمشروعات اللي بتتم لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي. كمان تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات، وأيضا لقاؤه مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللي أكد فيه على أن الحكومة المصرية ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. أخبار امبارح اهتمت باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تابع فيه المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وده في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. ووجه الرئيس بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية وذات القيمة التاريخية بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة. وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات اللي تم بنائها في مدينة العبور الجديدة وأرض الإنتاج الحربي السابقة في مدينة السلام. امبارح وعلى هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من أعضاء الوفد المرافق. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأشار كمان للقاءات المختلفة اللي بيعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات، وقال كمان إن إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية ستعمل على إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريب جوي مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية. تضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزويد بالوقود في الجو بما يسهم في تبادل الخبرات التدريبية بين العناصر المشاركة من الجانبين. وأظهر التدريب مدى ما وصل ليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي بيؤهلهم لتنفيذ كافة المهام. أما بالنسبة لأخبار المحافظات فمعانا مجموعة من الأخبار اللي تم حضراتكم، زي مثلاً أن في محافظة البحيرة تم الانتهاء من رصف 8 طرق بتكلفة بلغت 52 مليون و609 ألف. أما في محافظة دمياط فتم إصدار 28,530 قرار علاج على نفقة الدولة خلال أول 4 شهور في العام الجاري 2023. كمان امبارح في المحافظات تم الإعلان عن توفير 54,906 فرصة عمل، وده ضمن مبادرة مشروعك في محافظة الشرقية. ودلوقتي في شمال سيناء بيتم تنظيم حملة لإزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش بالعريش استعدادا لموسم الصيف، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية هنتابعها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات تناولت موضوعات كتيرة عن المشروعات التنموية والخدمات اللي بتتقدم لأهالي المحافظات،
في البحيرة تم الانتهاء من رصف 8 طرق بتكلفة 52,609,000 جنيه، وده خلال شهر إبريل الماضي، منهم طريق جسر ترعة الفيرانية بدمنهور بطول 3 كيلومتر. في دمياط أكدت مديرية الصحة أنه تم استصدار 28,530 قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي 36 مليون جنيه، وده خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي، وده في إطار خطة الدولة لدعم محدود الدخل وتوفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين. في المنوفية بيتم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، ولحد دلوقتي تم زراعة 225,000 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق المحافظات. في الوادي الجديد بيتم تنفيذ أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، واللي بيتم تنفيذه وفقاً للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. في سوهاج أعلنت المحافظة عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 ل 572 ماكينة خلال 3 سنين، وده ساهم بشكل كبير في خدمة مرضى الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم وتقليل زمن الانتظار. في الشرقية وفر برنامج مشروعك بالمحافظة 54,906 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية تخطت 3 مليار جنيه. في شمال سيناء بيستعد مجلس مدينة العريش لاستقبال موسم الصيف من خلال حملة لإزالة الرمال المتراكمة على طريق الكورنيش والألسنة الممتدة داخل البحر للتيسير على رواد الشواطئ، وبتشمل الحملة رفع الرمال من الكورنيش البحري والمماشي السياحية بطول 10 كيلومتر من منطقة المساعيد غرباً حتى منطقة غرناطة شرقاً، وكمان رفع كفاءة دورات المياه العمومية المنتشرة على طول الشاطئ. في الدقهلية بيتم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي لدعم 90 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع توفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تماماً. وانت بتختار شريك حياتك، هل بتختار اللي شبهك ولا اللي بيكملك؟ ده كان سؤالنا اللي سألناه حضراتكم في بداية الحلقة، وخلونا نستعرض مع بعض كده بعض من إجاباتكم وأفكاركم عن الموضوع ده ونناقش بعض فيه. أستاذ محمود زهران بيقول: صباح الخيرات على مصر وأهل مصر، بدور على نصي الحلو، حتة مني اللي بي بلاقي السكن وبيكملني، والمعنى هنا للزوج والزوجة، يعني حضرتك عايز اللي يكملك اللي بيكمل، صح؟ صحيح، الزواج مودة ورحمة في النهاية. شكرا لك يا أستاذ محمود. الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقول: صباح الخير عليكم، إنه يكون في جزء مني، بمعنى إن إحنا نكون متوافقين في عدد كبير من المواضيع علشان نقدر نعدي الحياة في هذه الأيام. تحياتي من محافظة قنا، بنحييك يا أستاذ محمد. أستاذ محمود، أنا مش عارفة هو مكاوي ولا مقاوي، ففي الحالة دي بدور على اللي شبهي واللي بيكون فكرها وعقلها دي يشبه فكري وعقلي علشان يكون في بيننا ترابط وتفاهم في علاقتنا الزوجية ونقدر نكمل مع بعض المسيرة. أنا بتفق معك. توب فان لصفحتنا كحلاوي فتحي بيصبح علينا من محافظة أسيوط، أهلا بيك يا أستاذ كحلاوي. بيقول: لازم عند الاختيار رقم واحد يبقى الأخلاق والتضحية والتعاون من أجل إخراج جيل نافع للمجتمع والوطن. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أن يكون أساس الاختيار هو الدين، لأن المتدينة أرعى لحقوق الله وحقوق الزوج والأولاد والبيت، وليس معنى ذلك برضو أن احنا نغفل باقي المعايير من الجمال والحسب والنسب. شكرا لك يا أستاذ كحلاوي، وشكرا لفعلي حضرتك. أستاذة نرمين هشام بتقول: صباح الخير على كل الموجودين في الاستوديو، ولازم اللي يختارني يكون شبهي وفاهم دماغي وفاهم تفكيري وطريقة كلامي، علشان لو احنا فاهمين بعض هنقدر نكمل بعض ونعدي كل حاجة واحنا سوا، انما لو مش فاهم طريقة دماغي وتفكيري يبقى للأسف مش هنقدر نعمل اي حاجة، لان هيكون في خلافات على حاجات بنعملها سوا انا ولا هو. صباحكم فل وسعادة. صباح الخير عليك يا نرمين، تاني بتفق معاكي كمان. الأستاذة شمس النهار بتقول: اختيار شريك الحياة حاجة مش سهلة خالص، وخصوصا مع الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم. المفروض ان احنا بنختار على اللي شبهنا في الثوابت، الدين، الاخلاق، المبادئ، التربيه، ويكون ايضا مكملنا في الصفات والهوايات علشان ما تكونش باقي الحياه حياه ممله. وعموما الزواج، في الزواج التوفيق دايما بيكون من ربنا سبحانه وتعالى. شكرا ليك يا استاذه شمس وتحياتي لحضرتك.
أستاذة فاطمة أبو المجد بتقول أكيد يكون شبهي في المعاملة والتفكير والتفاهم في فترة الخطوبة، يبقى كل حاجة حلوة وبعدين بتحوله بعد الجواز مما يؤدي إلى الطلاق في أغلب الأحيان. لا والله يعني عارفة في الوقت كله مع الوقت كله بيبان. هو لازم النية تبقى صافية والدنيا يعني هو بيقول الأساس الجواز المودة والرحمة، لازم صح. يبقى فيه ما ينفعش حد كل واحد يقف للواحد على التاني، لا ده لازم الدنيا تمشي يعني. صح. محمد عصام التهامي بيقول والله المفروض ندور على الزوجة الصالحة اللي تكملك واللي تفهمك واللي تحبها واللي تكون شريكة حياتك واللي تأخذ بإيدك وتمضوا معا إلى الجنة، وفي الآخر النصيب والقدر هم اللي بيبقى ليهم الحكم، أنت عليك أنك بتدعي ربنا أن يرزقك الزوجة الصالحة وربنا إن شاء الله يعني يقبل هذا الدعاء. شكرا لك. استاذه معير خالد بقى بتقول ايه حكم، بتقول ايه؟ والله من وجهه نظري اللي يفهمني، لان اللي يفهمني اكيد بيكملني. ما انا بقول لك السؤال السؤال ليه اكتر من انا نفس. يعني ايه التعليقات اللي ماشيه مع اجابتي بحبها. صح كده. هو عموما زي ما احنا يعني شايفين هو التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الزواج في النهايه موده ورحمه، وفي النهايه يعني كل واحد بيعمل اللي عليه، ممكن يبقى هو فعلا عامل كل حاجه وتوفيق ربنا ما يتمش. دي حصلت وبتحصل وهتفضل تحصل لابد الابدين، لكن انت في النهايه انت بتعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق، واحنا في الاخر بنعمل ايه زي ما بيقولوا، بناخد بالاسباب. صح كده؟ صح ده حقيقي. صح كده. ويعني وزي ما كان استاذه ماير بتقول او في حد تاني كان بيقول انه يعني ندي لبعض كده فترة نعرف فيها بعض، مش فترة كبيرة يعني، حتى لو 3 شهور فترة كفاية انك حتى تعرفي اللي قدامك طريقة اكله بتعصبك ولا لا. الحاجات الصغيرة، التفاصيل الصغيرة قوي دي اللي ممكن بعد الجواز تعمل ايه؟ تكبر. حاجات كبيرة. على كل حال ده لسه سؤالنا، مستمرين في استعراض اجابات حضراتكم في خلال الحلقة النهاردة، موجودين لغاية الساعة 10 هنناقش بعض في هذا الموضوع بالتحديد، لكن دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا. خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، إنما مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة والاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا ما زالت مصادر كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس في الأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة ومائلة للدفء على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حرة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده هيكون خلال فترات النهار، خاصة كمان إن في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحت جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هتساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية. لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، أجواء فترة الليل خاصة في الأماكن الشمالية بتكون أجواء مائلة للبرودة، يعني على القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية خلال فترة الليل. كمان اليوم طبعا تكونت شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. إن شاء الله متوقع من غدا الأربعاء يكون في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، الارتفاع دي بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، هيخلينا نحس بالأجواء الحارة فترة النهار لأن احنا هنتأثر بكتل هوائية صحراوية،
ذروه الارتفاعات هتكون يوم الخميس، يعني العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي توصل 32 درجه مئويه، يمكن ده يعتبر ذروه الارتفاعات، لكن المناطق الجنوبيه هي الارتفاعات فيها تكون ملحوظه بشكل كبير، لان العظمى على محافظات جنوب البلاد هتوصل ل 39 درجه مئويه، في استمرار لنشاط الرياح، ممكن ده اللي يخلينا نحس ببعض الاجواء اللطيفه خلال فترات الليل. احنا بنأكد على كل السادة المواطنين ان احنا خلال فترات الليل لسه في برودة في الجو، وخاصة فترة الصباح الباكر او فترة الليل المتأخر، حتى بعد ارتفاع درجات الحرارة مرة اخرى بيحصل انخفاض فترة الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، يعني احنا لو خففنا الملابس فترة النهار وكان في ملابس صيفية، اللي بنأكد عليه فترات الليل بلاش الملابس الصيفية، يفضل تكون ملابس رباعية او ملابس الخريفية اللي بتبقى قطعتين اثنين من الملابس. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 28-17، إسكندرية 24-16، العالمين الجديدة 24-15، مطروح 22-16، دمياط 24-18، بورسعيد 24-17، إسماعيلية 29-18، السويس 28-17، العريش 23-17، وكاترين 23-8، طابة 28-18، حلايب 28-20، شلاتين 32-22، شرم الشيخ 31-22، والغردقة 30-21، الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 18، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 31-18، أسيوط 29-17، سوهاج 30-18، قنا 32-20، الأقصر 32-19، وأسوان 23-21. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. شكرا لميا. دلوقتي يجي معادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا أخبار تخص بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة الأهلية، كمان أيضا أخبار المعلمين اللي نجحوا في مسابقة 30,000 وظيفة، كمان المباراة المهمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم العالي أعلنت موافقة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 بداية من اليوم، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونياً من خلال مواقع الجامعات على الإنترنت. النهاردة هتبدأ وزارة التربية والتعليم تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30,000 معلم ولمدة 3 أيام بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية. وأكدت الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة اللي بتعقدها الجهة المعنية، وقالت كمان أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات هتكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة قوية في إطار لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، هيلتقي فيها مانشستر سيتي مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل. يمكن يا مصطفى كلنا تابعنا من كام يوم مباراة السوبر المصري اللي اتلعبت في الإمارات ما بين النادي الأهلي وبيراميدز، واللي رصدت عدسات الكاميرات الحقيقة العديد من المشاهد الجميلة الخاصة بالجمهور في المدرجات، لكن في الحقيقة كان في مشهد كده مبهج لوحده ومختلف لوحده، ومشهد فيه تشجيع طول المباراة حقيقي، وربما كان حديث السوشيال ميديا أو بنقول عليه ترند. الصورة اللي خطفت المشاهدين وكانت حديث وسائل الإعلام زي ما قلنا هي صورة الشيخ أحمد إبراهيم، الشيخ أحمد إبراهيم المشجع الأهلاوي اللي من ذوي البصيرة اللي ما كانش ربما شاف المباراة، لكن هو كان ماسك في إيده راديو صغير وبيسمع لهذه المباراة وتعليقها من المدرجات، حتى إن التعليقات كلها قالت إن هو يعني يرى المباراة بقلبه، يعني كان التعليق الأكبر والأكثر إن هذا الرجل الذي يرى المباراة بقلبه. خلينا نرحب بيه. أهلا بك يا شيخ أحمد.
يا مرحبا يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. ايه الحلاوه والجمال ده كله؟ ده انت الناس كلها شافت اللقطه العفويه والجميله دي. صباح الخير عليك يا شيخ احمد. يعني في البدايه كده وانت وجودك في المدرجات كنت حاسس ان الاهلي هيفوز بالسوبر؟ احنا دايما واثقين في الاهلي. احنا بس بنصبح عليكم الاول وعلى الوالد والوالده، ربنا يحفظهم عشان بيرضوا يعني متابعينا وكده في مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالحاج والحاج. اهلا وسهلا. لازم اول ناس يعني واهم ناس عندي طبعا. اكيد طبعا اكيد. وانتم طبعا يعني ما يعني برضو يعني شاكرين اهتمامكم والله، ويعني سؤالكم ودعمكم يعني لينا، وده مش غريب عليكم يعني. يعني ده العادي ان احنا فعلا نركز اهتمامنا على حد فعلا خد اهتمام كبير قوي من قبل السوشيال ميديا، والناس كلها كانت مبسوطه بيك، واحنا مبسوطين ان انت كنت بتحضر الماتش. وكان كمان يعني بننبسط انه لما ماتش مصري بتلعب على اراضي غير مصريه الجمهور بيتابع وبيشوف، ومبسوطين كمان ان انت كنت هناك وحريص قوي على انك تسمع الماتش، حتى الناس قعدت تقول ان انت شايف الماتش بقلبك، فعايزين نعرف احساسك كده، احكي لنا. والله انا لان انا حضرت كم ماتش قبل كده، ان كان يعني حضرت مره في استاد القاهره في مصر. فيعني مجرب الاجواء الجماهيريه يعني. فطبعا الامارات يعني زي مصر بالظبط. بالظبط طبعا. حفاوه واستقبال وتنظيم وكل حاجه، وناس يعني عندها ترحيب باي شعب وخصوصا الشعب المصري يعني. يعني فطبعا حضرت انا في الامارات بقى اكتر من ماتش يعني الاهلي وكده. فالاجواء متعود عليها طبعا، وفي وسط الجمهور حاجه ثانيه صراحه يعني. الفرحه لما بتكون في وسط الجمهور، ويعني معروف جمهور الاهلي كبير يعني زي ما بيقولوا يعني. ف واحنا عندنا يعني الاهلي احنا عندنا ممكن يكون في ريال مدريد زي كان تقرير ومانشستر سيتي والكلام ده، لكن انا احنا مثلا عندي الاهلي اهم من ريال مدريد عندي بالنسبه لي يعني. حتى وان كان ريال مدريد اقوى في الكوره ومفيش الاهلي في القلب زي ما بيقولوا. لا الاهلي حاجه تانية يعني. طيب انت يعني احساسك ايه وانت قاعد وسط المدرجات؟ انت قلت لي ان دي اول مش اول مره انك تروح تشوف الماتش بنفسك، يعني انت رحت قبل كده اكتر من ماتش. ايه اللي بيختلف؟ يعني انت النهارده سواء قاعد في البيت او سواء قاعد جوه المدرجات، ربما انت مش شايف اللعيب اللي بيلعب قدامك، لكن انت حاسس بيه وسامع التعليق يعني. احكي لنا يعني اتفضل. اتربينا زمان على الراديو وسماع الراديو والوصف التفصيلي وكده طبعا، كذلك في التلفزيون. فانا يعني خلاص انا مكون خلفيه عن كل لاعب وعن تحركاته ومستواه وكلام من ده تمام. زيد على ذلك بقى ان انا يعني ليا صاحب على طول مرافق ليا يعني في الاستاد على طول، يعني فاهمين كوره واهلاوي زيي وكده يعني. تمام. فالجو في الاستاد بيكون مختلف شويه بقى، ان يعني ايه وجودك في وسط الجمهور بيخليك يعني ايه اهدى شويه. لكن في البيت انت بتبقى يعني شويه منفعل. يعني قاعد يعني ايه مترقب، مش عايز صوت جنبك يعني كده يعني. لكن في الاستاد يعني بتكون الامور ايه اهدى، في مناقشات حواليك، بتسمع شويه على الموبايل مثلا تعليق كده. شويه بقى بتقفل وتركز شويه مع التشجيع والناس. بتبقى اجواء مختلفه صراحه يعني. لا والفرحه في الاستاد كمان لا غير يعني غير خالص. انا سمعت ان انت تلقيت يمكن دعوه من النادي الاهلي عشان تزوره، ده صح؟ حصل تواصل معايا ناس كتير، ويعني بنشكرهم شكر يعني على الاهتمام، سواء يعني اللاعبين المحترمين اللي يعني كان لهم لفتات كويسه زي كابتن عبد المنعم وكابتن رامي كابتن ياسر وكابتن كارو، يعني كله صراحه الناس مهتمه كلها. كذلك في ناس والله في اعضاء مجلس الاداره، الدكتور محمد سراج الدين، الناس كلها مرحبه يعني، وده مش غريب على النادي، والنادي بيتنا يعني كله. صحيح. ما حدش قالك قبل كده انت ازاي تبقى شيخ وتروح وتشجع كوره وتعمل وكده؟ ما بتسمعش حاجه زي كده؟ سمعنا كتير سمعنا كتير واخرها لما الصوره نزلت يعني. ايوه للاسف احنا يعني الناس بتعامل الامام او الشيخ انه بالزبط. مش بشر بالظبط كده، ما ينفعش يظهر في مؤسسات. برافو عليك بالظبط. بالعكس احنا ناس واقعي، احنا اول ناس لازم نكون ناس واقعيين، ان احنا اكتر ناس بنحتك بالناس في المساجد وكده. فانت لو مش عايش الواقع عمرك ما تعرف تفتي الناس بحاجه، لان انت بعيد عن الواقع. عمرك ما تبقى فقه الواقع ده يعني من اهم الاشياء. لا يكون عندك درايه بكل شيء مثلا،
بحيث انك اللي يجي لك ده لما يسألك عن حاجة تبقى عارف، اللي لازم يكون عندك معلومة عن كل حاجة. يا شيخ حتى لو من باب انك تهزر معاه تقول له بتشجع مين بتعمل ايه فتفتح معاه كلام. هي للأسف احنا يعني واخدة فكرة ان احنا لازم نكون منغلقين ما بنضحكش وما بنهزرش ما نظهرش في اماكن، لا لا انا طبيعي زي زيك وبغلط زي زيك وعندي اخطاء وعندي حاجات كويسة، طبيعي انسان عادي يعني. طب انت مين بالنسبة لك هداف السنة دي في النادي الاهلي؟ والله لا يعني الكل ما شاء الله ماشي على مستوى كويس طبعا ما شاء الله يعني. لا انت كده هتجامل بقى عشان هم اللعيبه كلموك هتجامل. لا 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 الكابتن لان في اصحابي منهم برضه مش عايزين زعل حد يعني. لا انت هداف السنه دي بالنسبه لك انت مين يعني، انت شايف مين ده حاجه ما تزعلش والله حاجة. والله لا انا مبسوط جدا بمستوى كابتن حسين يعني السنه دي ما شاء الله يعني بدا يرجع زي الاول. كابتن مروان ما شاء الله، مروان عطيه صفقه طرمه قوي قوي يعني وكنا محظوظين بيها ما شاء الله. الكابتن عبد المنعم طبعا في الدفاع مع يعني مستقبل مصر يعني في الدفاع. عندنا احنا عندنا الحمد لله يعني اقوى سكواد في مصر يعني. ده حقيقي يعني الشيخ احمد احنا مبسوطين ان انت كنت معانا في المكالمه دي. مبسوطين الاستاذ مصطفى قال حقيقي شكله اهلاوي. انا بشجع المنتخب. يعني احنا كلنا بنشجع المنتخب لكن احنا لا يسال اعلامي عن هويته الكرويه لكن احنا بنحب يعني النوادي او قطبي الكره المصريه، احنا بنشجعهم من كل قلبنا وبندعمهم ووراهم على طول، وبنشكر الجمهور اللي بيحضر المباريات في يعني وبيشجع وبيدعم طول الوقت لانه في الاول في الاخر هي دي الكوره. صحيح. نشكرك الشيخ احمد ابراهيم صاحب الصوره الاشهر في مباراه السوبر وزي ما مصطفى قال عليها الترند الاشهر دلوقتي، ويعني مزيد من الصور ومزيد من اللقاءات ان شاء الله في المستقبل. صحيح. باذن الله. شكرا لك يا شيخ احمد. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا لميا حمدي، تفضلي لميا. شكرا لك مصطفى. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل عمر مروان لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي، حيث تم استعراض التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية ومستجدات إعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الإنصات لجميع الأصوات واستيعاب أيضا مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين. وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية والتاريخية بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، حيث تمت متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. وبحث الاجتماع موقف الشركات التي يتم طرحها والمفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين العالميين. كما تناول الاجتماع موقف طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة بعد تقييمها من مقيمين عالميين. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته 24 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم. وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. هذا وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني، كما أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمل من كل الأطراف والجهات التي تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 20 آخرون بجروح في سلسلة غارات شنها الطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار استهدفت عددا من المنازل والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله. وأشارت أيضا الوكالة إلى وجود عدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنازل. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت 4 عربات مسلحة ولاذت بعض العناصر بالفرار. وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لا زالت مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية والمواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالخرطوم. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 487 شخصا و2612 مصابا. وأوضحت اللجنة أن نحو 70 من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة من أصل 88 مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن أكثر من 60 مستشفى متوقفة عن الخدمة في الولايات السودانية والبعض الآخر مهدد بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء. مشاهدينا انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يمكن في ناس كتير جدا بتعتقد ان مشروع حياة كريمة هو مشروع يعني ربما بيرتبط بالاساسيات الاولى للحياة، يعني ماسورة مية، صرف صحي، طريق، مدرسة، لكن ما يعرفش ان هذا المشروع بيعتمد على ان تكون الحياة الكريمة متكاملة لكل مصري في ربوع هذا الوطن. امبارح تحديدا يعني انطلق مشروع المكتبات المتنقلة في قرى مبادرة حياة كريمة وتحديدا في 6 محافظات، 3 منهم في وجه بحري و3 منهم في وجه إبلي. هذا المشروع هيساهم في توصيل رسالة ثقافية في كل أنحاء الوطن المصري علشان نحقق رؤية مصر 2030 اللي بتهدف لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان. زي ما انت قلت يا مصطفى انه حياة كريمة هنا ما وقفتش بس على البنية التحتية، لكن كمان هي النهاردة بتبني الانسان، ويمكن ده اللي احنا دايما بنأكد عليه. فمشروع المكتبات الثقافية المتنقلة في قرى حياة كريمة في الحقيقة تم تدشينه تحت شعار في القراءة حياة، في القراءة حياة كريمة. أسئلة كتير وتفاصيل أكتر عن هذا المشروع في الحقيقة مهم جدا هنستعرضها النهاردة مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أماني حسن، مسؤول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة. أهلا بك يا فندم ومنورانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وربما إحنا عايزين نتعرف أكتر على هذا المشروع اللي بيستهدف 6 محافظات. مستهدفين إيه؟ هتعملوا إيه؟ هتبتدوا منين؟ جهزتوا له إزاي؟ هتوصلوا لمين؟ يعني عناوين عريضة. بتوجيهات من القيادة السياسية بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين وتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، مشي الإطار بتاع خطة العربات المتنقلة في 3 محاور. المرحلة الأولى بدأت برفع كفاءة لحوالي 5 باصات. ال5 باصات دول محافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية والمحافظة التالتة تقريبا محافظة مرسى مطروح، وبانطلاق اللي هو رفع الكفاءة للباصات دي تقريبا كان بتكلفة مالية ما يقرب من 120 ل 150 ألف جنيه. بدأت المرحلة الثانية في العام المالي الحالي اللي هو التوجه بالعربات المتنقلة ل6 محافظات، 3 في وجه إبلي و3 لوجه البحري. بالنسبة للوجه الإبلي كان في محافظة إنا ومحافظة الأقصر ومحافظة إنا والأقصر والمنيا، اما الوجه البحري كان موجه الى الاداره، يعني واحده في النص واحده في الاول واحده في الاخر. تمام. ومدينه ساحليه الاسماعيليه، مدينه دمنهور،
مدينة دمياط، واحدة في الدلتا واحدة في القناة واحدة على الساحل. بالضبط كده. وإن شاء الله في خلال العام المالي اللي احنا فيه أو بداية من العام المالي القادم هيبقى فيه 6 محافظات تانيين. هيبقى مثلا محافظة الشرقية، نظراً طبعاً أن أعلى كثافة يعني محافظة سكانية. الشرقية من ضمن المحافظات الأعلى تواجد للسكان، ففي المرحلة الأولى كان فيها رفع كفاءة، لكن المرحلة اللي هي في نهاية العام المالي لا، هو هيبقى فيه باص تاني متوفر ليه. محافظة المنوفية، محافظة الغردقة، محافظة التابعة كمان محافظة مرسى مطروح، فبالتالي هيبقى فيه 6 عربيات متنقلة في باقي، بحيث ان تقريبا هيحصل نوع من التغطية لكل محافظات مصر لقرى حياة كريمة. احنا طول الوقت يمكن بنتكلم عن فكرة الجمهورية الجديدة، يعني دايما بنقول الجمهورية الجديدة انه المدن المتكدسة، لا احنا عايزين نطلع براها، احنا عايزين نبني انسان، فبناء عليه تم اطلاق مشروع زي حياة كريمة او مبادرة حياة كريمة وغيره وغيره. من ضمن الأفكار أو الأهداف للجمهورية الجديدة هي بناء إنسان مواطن، خلينا نقول صحي، مثقف، عنده وعي. فالنهاردة عرفيني أنا مشاهد مش عارفة إيه هي تعريف المكتبات المتنقلة، يعني هتتنقل إزاي، شكلها هيبقى عامل إزاي. حضرتك قلتي تم رفع كفاءة باصات، فقولي لي شكلها عامل إزاي، أعمار المستهدفة للقراء هتبقى من سن كام. الحاجات دي كلها مهمة قوي، يعني عايزين نعرف إزاي إحنا النهاردة بنتكلم في جمهورية جديدة وعايزين نوصل لأطفال أو كبار أو مواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، فبنروح لمحافظات مختلفة من خلال المكتبات المتنقلة. تمام. بالنسبة لشكل العربات المتنقلة من الداخل، هي تقريبا فيها كل شتى الأوعية المطبوعة أو المسموعة أو المرقية، دي طبيعة المقتنيات اللي هتكون موجودة داخل العربيات نفسها. وكل أصلا عربية متنقلة ليها في نفس المحافظة بتاعها ليها مكتبة قائمة. احنا شايفين دلوقتي على الشاشة شكل العربات الباصات المتنقله دلوقتي، بحيث ان يبقى في محاوله بين الربط بين المكتبه اللي موجوده في المحافظه والعربه المتنقله التابعه ليها. من خلال الربط ده هيتيح بقى لكل الفئات المستهدفه دي ان هي تروح للمكتبات المتنقله وتعمل كارنيه عضويه وتبدا تستعير الكتب اللي موجوده فيها. كمان اوعيه المعلومات اللي موجوده هي نوع من الاختيار، بين اولا المكتبه دي هيتواجد ليها فئات مستهدفه كتيره متعدده، بتبدا من سن 3 سنين لحد سن 14 سنه، فئه الاطفال او الشباب، زائد كمان اي حاجه في مجال المعرفه في المرحله بتخدم المرحله دي، لان طبيعه الاطفال اللي هيكونوا مترددي المكتبه دي في طفل سمعي وفي طفل بصري وفي طفل حركي، فبالتالي حتى روعي ده داخل اختيار اوعيه المعلومات اللي موجوده داخل المكتبات دي. وفي نفس الوقت كمان في واي فاي داخل المكتبات نفسها، بحيث ان هي تتيح للاطفال اللي موجودين داخل لو حد عايز يخش يستخدم الموبايل بتاعه، يخش يعمل سيرش او بحث على قواعد بيانات، مجهزة بتلفزيون، في بردك أفلام وثائقية، في أفلام علمية، في تعاون بيننا وبين مراكز الاستكشافية، تعاون بيننا وبين وزارة الاتصالات، بين وزارة البيئة. حلو. بحيث ان احنا نبقى وحدة او قافلة تعليمية بتروح اي قرى او محافظة او نجع نفسه، فيها كمية من الأنشطة والفعاليات تتناسب مع كل المراحل العمرية المتواجدة هناك. ده كمان ان في تعاون بيننا كمان وبين المجلس القومي للإعاقة، في كتيبات للمجلس القومي للإعاقة بتعرف المستفيدين من العربة دي حقوق الطفل وإيه القوانين بتاعته، وإزاي يتوجه أصلاً للمراكز الصحية، إزاي يسجل داخل البطاقة الصحية، وإزاي يتعامل. هيبقى في دكاترة من وزارة الصحة هيعرفوا أولياء الأمور اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة إزاي هو بيتوجه، لأن دايماً بيبقى فيه مشكلة، ممكن الدولة بتكون موفرة خدمات لكن الأفراد نفسهم مش عارفين يستغلوا الخدمات دي ويشاركوا فيها فعالية أكتر. أنا اللي شايفه كله يعني أطفال، مش شايف لا بلا، بس هو الحلو هنا أنه في شمولية، احنا هنا بنتكلم عن أطفال، يعني أي طفل حابب يروح هيروح. بالظبط. خليني أركز على النقطة دي قد إيه هي مهمة. النهاردة أنا مش طفل حاسس أن أنا منبوز أو بعيد أو ماليش دور أو لا، الدولة النهاردة بتشمل كل الأطفال من جميع، مش بس من جميع المحافظات، لا كمان النهاردة أي طفل بأي طريقة محتاج يقرأ، محتاج يبقى عنده، هو بقى لو عنده النية للمعرفة فموجود، ده موجود. دي خليني أأكد على قد إيه دي نقطة مهمة.
وشرط كمان من شروطها ان هو يحصل دمج حتى للاطفال دي، ان هم ما يبقاش فصل بين الاطفال الاسوياء والاطفال اللي عندهم مشاكل ذهنيه او اعاقات، لان كمان حتى المسؤولين داخل المكتبات المتنقله اللي هم هيقوموا بدور الانشطه هم مدربين لاستقبال والدمج، وده كان اهم شرط من شروط القائم على النشاط داخل كل عربيه. طيب انا يعني انتوا الجمهور المستهدف في المقام الاول هو الوصول للطفل اللي موجود. تمام. طب الفئات الثانيه يعني دايما الناشرين او دور النشر يقول لك اكثر الكتب اقبالا، حتى في معرض الكتاب يقول لك كتب الابراج والكتب الدينيه. طب يا جماعه فين كتب الاحياء؟ فين كتب الكيمياء؟ فين كتب الجغرافيا؟ فين كتب السياسه؟ بتقل يعني نسب القراءه بتقل. تمام. احنا واجهنا ده يعني، وخصوصا ان انا عندي ربما فئه كبيره جدا في مشروع حياه كريمه، عايز اعرفهم على اهداف مصر في الالفيه الجديده، التحديات اللي بتواجه الامن القومي المصري، عرفهم وضعنا ايه على الجغرافيا العالميه، يعني في اظن حاجات بسيطه تعمل هذا الدور، تلعب هذا الدور يا دكتور. اكيد طبعا احنا طبيعي بيبقى عندنا اصلا دايما استبيانات بتطلعات الناس واختياراتهم من الكتب، لان كمان المكتبات دي بتتميز ان احدث الاصدارات سواء للناشرين او المؤلفين بتبقى متواجده فيها، لان قلت لحضرتك ان في ربط بين المكتبه الرئيسيه اللي موجوده في المحافظه والمكتبه المتنقله، فكل محافظه ليها اصلا اعضاء، فبالتالي في تحليل مجتمعي للاتجاهات القرائيه داخل المكتبه دي، فبتبقى هي المحرك او المؤشر اللي هي تبدا تعزز المقتنيات، لان في كمان تبادل بين المقتنيات اللي موجوده في المكتبه المتنقله وداخل المكتبات نفسها. وبالتالي في استمارات وقواعد بيانات، هيبدا في رقم تواصل الواتساب، حضرتك لو بتحب مكان كتاب معين او مؤلف معين هيبقى ابلكيشن داخل المكتبات المتنقله، بحيث ان يحصل ربط بين الاوعيه اللي موجوده في المكتبات واما تخرج المكتبه مره تاني، لان مفترض في الخريطه ان المكتبه مش هتروح مره واحده قريه واحده، لا ده هيبقى في تواجد بصفه مستمره، ممكن يكون مره في الشهر مره في الاسبوع حسب المرحله الاولى التشغيليه، لكن احنا بنهتم ان احنا نمشي خطوه خطوه، بس هيبقى في دايما دور للمستفيد من المكتبه ان هو من حقه ان هو يطلب في مجال معين في دار نشر معينه. والحقيقه حتى المرحله اللي احنا فيها ان كان في اهداء لكل معظم الناشرين، اهدوا اصلا اول افتتاح للمكتبه المتنقله كل الكتب مجانا لقرى حياه كريمه. يمكن شفنا اقبال كبير قوي لمعرض الكتاب السنه دي في القاهره، انه العدد الزوار قبل اليوم الاخير يعني كان تقريبا حوالي 4 مليون زائر، فاحنا النهارده بنتكلم لما بيتاح الفرصه المواطنين بيروحوا وبيزوروا، حتى كان في اقبال من جنسيات اخرى. احكي لي عن نسب الاقبال في المحافظات عامله ازاي على المكتبات اكيد المتنقله. نفس الفكرة أصلا، نفس تقريبا إحنا بيبقى عندنا معدل عدد مستفيدين، فنتيجة الإقبال الشديد كانت المرحلة الأولى إن الأنشطة والخدمات مش قاصرة داخل العربة المتنقلة، نفس كل عربية متنقلة مجهزة بأساس وكراسي لإقامة الورش والفعاليات داخل المكتبة أو خارجها. وبالتالي عدد الأطفال يعني بعض المحافظات مثلا الشرقية أصلا لما بتطلع في العربيات اللي هي تم رفع الكفاءة فيها ممكن يوصل عدد الأطفال في النشاط الواحد ممكن يوصل ل 200 و300 أصلا طفل داخل في كل فعالية، هو لو هو هيطلع مثلا في قافلة هيعمل 10 أنشطة، فهيك كل طفل بيحب ان هو يحضر في أكتر من فعالية وأكتر نشاط، يعني ممكن يطلع في يوم واحد أو يعني نشاط واحد مفتوح ممكن يوصل ل 1000 طفل داخل القرية. طب إيه بقى الفعاليات وأبرز الأنشطة وأبرز المواهب اللي هيتم اكتشافها؟ تمام. وإزاي هنصدرها خارج المحافظة ونوصلها للعاصمة وباقي المحافظات؟ تمام. الأنشطة أول فئة المستهدفة المرحلة أنشطة الحكي، أنشطة أصلا أنشطة العلمية، والحقيقة المكتبات المتنقلة هتديها دافع كبير لنشر الثقافة العلمية، فدي يعني أبرز الأنشطة الحالية. مصرع في كمان هدف للمكتبات المتنقلة بما إن هي هتجوب القرى والمحافظات، إن إحنا هنعمل قاعدة بيانات للأطفال الموهوبين داخل المحافظات، ونبدأ تواصل من خلال العربيات المتنقلة بقى حسب نوع الموهبة نفسها، هنبدأ نوجه من خلال قاعدة البيانات دي، مثلا لو في طفل مثلا بيحب بقراءة الشعر أكيد هيبقى في تواصل مع مثلا مركز توثيق أدب الأطفال، مثلا لو في طفل مهتم بالثقافة العلمية هيبقى في تواصل مع أكاديمية البحث العلمي، لو في طفل مثلا مهتم بالجزء التكنولوجي هيبقى في تواصل مننا يعني من خلال سواء اكاديميه البحث العلمي او وزاره الاتصالات، بحيث ان احنا كان احنا نوال اكتشاف الموهوبين من خلال قاعده بيانات مقننه، وتبقى كل قيمه مضافه في منطقه معينه او موهبه معينه للقيمه اللي هو بيحبها او الطفل، بحيث ان احنا نعمل نشر لكل المواهب، مش هنقف عند موهبه، كل موهبة هتوجه داخل المحافظة أو داخل النجع ده للاهتمام اللي هو الطفل بيهتم بيه أو حبه،
وكمان في حاجه مهمه داخل المكتبات دي ان هي عمليه ربط بين كمان حضرتك مثلا فيها تقنيه الفي ار، يعني مثلا طفل لو حب ان هو يقرا كتاب وعايز يتعرف اكتر عن الكوكب او النجوم او الابراج او المجموعه الشمسيه، احنا موفرين له نظارات داخل العربات دي بحيث ان هو يعمل نوع من المعايشه والواقع الافتراضي والواقع المعزز. عملنا دايما ربط بين حاجه مجسمه، يعني طبيعي الاطفال في سنه صغير بيبقى بيحب ان هو يتعامل مع الحاجه الملموسه والمحسوسه. حد يشرح الكلام ده ولا بنسيب الطفل كده؟ احنا عندنا الاطفال او اللي هم الى حد ما، في بعض الاطفال بيبقى عنده نوع من التعليم الذاتي ان هو بيحب ان هو بيقرا بيعتمد على نفسه، ده متاح. في حالة ان طفل حب ان هو مثلا يحضر او في نشاط زي كده اللي جميع القائمين على الانشطة داخل المكتبات المتنقلة، قلت لحضرتك ان هم لازم يتم تدريبهم، وفي نفس الوقت هيبقى في تعاون مع العربات دي داخل المدارس. حلو يعني احنا ممكن نروح كمان داخل المدارس، فممكن مدرس العلوم مثلا يطلع في عربية المتنقلة يستخدم المقتنيات بتاعتها كده. عنده معمل متنقل بسيط بامكانيات بسيطة جدا، ممكن يعمل اصلا شرح للي عنده. بس انا شايف العربية صغيرة استاذ اماني، يعني هل بقى يعني في حاجات بتخرج، هل في ترابيزات بتخرج برا العربيه؟ يعني انا عارف ان هي زي باص، فجوه مثلا ايه هيبقى مثلا 8 كراسي 8 قعدات مثلا، ولا تقريبا 8 كراسي داخل العربات، ده 4 ده بالعدد يعني بالظبط. لكن كل العربات اصلا بتفتح برا، بتفتح برا في ترابيزات وكراسي ومناضد. والمعامل دي بقى بتطلع برا برضو؟ المعامل دي حاجات بسيطه جدا سهله التداول، بترابيزه صغيره هتتفتح برا العربه المتنقله ويعمل بيها الاكتيفيتي، ولو طفل مثلا عايز يجرب، وهي دي حاجه مهمه جدا آمنة، الحاجات دي كلها آمنة ما فيهاش خطورة على الطفل. يعني لو حب الطفل ان هو عايز يجرب بنفسه عادي، ما فيش اي مشكلة ان هو يقوم ويجرب بنفسه، لان كمان احنا مهتمين ان احنا بنقول ان احنا نكتشف الموهوبين، ففي اطفال نفسه بيبقى عايز يجرب ويكتشف لوحده ويعتمد على نفسه، بعيد طبعا مع توافر عنصر الامن والامان في المقتنيات اللي موجوده داخل العربه نفسها. عايز اسال حضرتك سؤال او سؤالين في الحقيقه. اول حاجه، انا دلوقتي ام عندي ابني عنده 4-5 سنين، عايزه اوديه العربه، وفي اول سيناريو ان انا اقعد معاه، تاني سيناريو اسيبه واروح شغلي ايا كان بقى، لا ام او اب يعني، هل ده متوفر؟ يعني هل ان انا متوفر ان انا اكون معاه اشاركه في انشطه معينه، وهل متوفر ان انا اسيبه مثلا واروح انا اشوف حاجه وارجع تاني بعد ساعه ساعتين ولا؟ تمام، هو طبيعي اصلا العربيات المتنقله هتخرج وفقا لخريطه، وفقا لمكان، هيبقى في اتاحه للاماكن العربيه، الاماكن اللي هي هتزورها المكتبات المتنقله على صفحات المكتبات، فبالتالي كل اعضاء اللي موجودين في المكتبه هيبقوا عارفين توجه العربيه وميعاد زيارتها، وهيبقى في دايما تنسيق بين المسؤول عن القريه اللي هي رايحه لها العربيه المتنقله وبين مسؤول النشاط داخل المكتبه نفسها. وفي نفس الوقت مقدما هيبقى اصلا على صفحات المكتبات ايه طبيعه الانشطه، هتبقى موجهه مثلا لاولياء الامور، هيبقى في انشطه مشتركه بين اولياء الامور والاطفال نفسهم، وخصوصا ان في برضك فئه الطفل اللي هو اقل من 8 سنين هيبقى صعب ان هو يبقى متواجد في العربيه المتنقله لوحده، فبالتالي هيبقى هو رايح العربيه المتنقله ومعاه يعني الأسرة المسؤولة سواء بقى اب او ام، فبالتالي اكيد أمور. هيبقى فيه بقى انشطة، هيبقى فيه نوعية كتب، هيبقى فيه دوريات اصلا متاحة ليهم. كان الهدف زي ما قلت حضرتك ان احنا نتحرك في شكل قافلة اصلا، فبالتالي هيبقى فيه فعاليات للاطفال في نفس هل المكان. بيتم تدريب العاملين مع الاطفال عليهم؟ لانه دايما الاطفال بتبقى عايزة شوية طولة بال، في يعني طابع خاص للي بيتعامل مع اي طفل، فهل بيتم تدريبهم؟ جميع المكتبات المتنقلة التابعة لمكتبات كل الموظفين او العاملين في قطاع المكتبات، سواء خريجي رياض اطفال، سواء تربيه فنيه، فنون جميله، كلهم تقريبا مدربين لاقامه فعاليات وانشطه للاطفال. هايل. طب يعني دخول القافله دي لقرى حياه كريمه بصاحبها مظاهر احتفال عامله ازاي؟ القائمين على القريه بيستقبلوها ازاي؟ بيدشنوا ازاي؟ ما هو انا برضو يعني باعتقادي ان كل الاطفال او الناس اللي في قرى حياه كريمه مش مشتركين على صفحتكم على الفيسبوك علشان يعرفوا ان هي جايه. تمام، انتوا بتعلنوا ازاي انكم جايين لهذه القرى؟ تمام، كل قريه بيبقى فيه تنسيق اصلا مع القريه او المسؤول ان هو بيطلب توفير العربيه المتنقله، بيعمل الدعايه الكافيه في المكان اللي هو اللي احنا رايحين فيه، وفي نفس الوقت اصلا بيبقى محدد يوم معين من المكتبه ان هو اصلا عايز انشطه، عنده احتياج لنشاط معين، ما عندوش مثلا جزء مادي ان هو يعمل اقامه نشاط معين، فكل دي بتبقى تنسيقات مسبقه، وفي نفس الوقت احنا رايحين كمان من خلال العربيات المتنقله بكل التجهيزات.
يعني احنا عايزين نوصل رساله ان احنا ممكن نبني عقل الطفل، مش شرط يعني تجهيزات ماليه عاليه، ممكن بحاجات بسيطه جدا، لكن هو هيجد معلومه وهيوصل للمعلومه بنفسه. في جهات كتيره جدا بتتكاتف مع بعض وليها كل جهه ليها رساله الطفل نفسه. فبالتالي اصلا المجلس القومي للاعاقه لو يطلع في كل تقريبا محافظات مصر في المجلس القومي للاعاقه في مكان، فبالتالي اللي موجود في المحافظه هيطلع مع العربيه. مثلا الاولمبيات الخاص برضك متعاون معانا ان هو مثلا هيعمل قاعده بيانات للاطفال ذوي احتياجات خاصه بحيث ان هو ممكن يدربه ويأهله ويبقى بطل. عندنا اصلا برضك من ضمن الجهات اللي هتطلع معانا قصور الثقافه اللي موجوده داخل المحافظه نفسها، سواء مسرح سواء مثلا اغاني سواء اصلا الاستاف بتاع المكتبه كله. فبالتالي بيبقى متحدد مسبقا ان احنا رايحين القريه، اهل القريه اصلا بيبقوا عارفين ان المكتبه المتنقله دي بيبقى في دعايه داخل القريه نفسها ان هم جايين الساعه كذا يوم كذا بكل التجهيزات، وبيبقوا عارفين المده الزمنيه اللي احنا تقريبا هتبقى موجوده فيها. فبالتالي ان احنا شايفين المراكز الاستكشافيه هتبقى داخله معانا، ففي تعاون بكل الجهات اصلا المهتمه بثقافه الطفل او المراه ان هم يبقوا معانا. طب هل راعينا ان كل محافظه ليها شخصيه معينه فان احنا يعني نكتر الكتب الخاصه؟ يعني دمياط مثلا محافظه ليها علاقه بالاثاث او ليها علاقه بالصيد، هنا مثلا في محاجر مش عارف، اسماعيليه قناه السويس، ف اكيد الطفل عنده شغف ان هو يعرف معلومات اكتر عن الحاجه المرتبطه بمحافظته. تمام، يعني حضرتك برضك اللي حضرتك بتقوله هو رؤيه في طبيعه النشاط المقدم، طبيعه البيئه اللي المكتبات المتنقله رايحه لها. انا عايزه اقول لحضرتك ان بس انا حاسه ان لو طفل صغير قوي هيبقى عنده يعني مش معلومات عارف. معلومات بس هيبقى عنده شغف اكتر عن المعرفه اكتر، يعني هيبقى عنده معلومات. انا قصدي يعني الاطفال الصغيرين قوي في السن، يعني ده يمكن لسن اكبر. الاطفال الاصغر شايب ومهتمين اكتر بالكتب اللي فيها صور، الكتب اللي فيها يعني مثلا يعني سكان او اهل اسماعيليه هيبقوا عايزين يشوفوا، او اطفال الاسماعيليه عايزين يشوفوا الكتاب اللي كان مشهور قوي ده عن قناه السويس، عن السفينه الجائحه فمثلا، يعني حاجات فيها الوان اكتر الكلام ده. هل الحاجات دي متواجده؟ كل الحاجات حاجات بتقوليها حتى دي اصلا في اختيار الكتب اصلا وبناء المقتنيات لاي مكتبه متنقله، اهم حاجه البيئه والسمات والطبيعه اللي المحافظه اللي هي رايحه عليها، يعني طبيعه المقتنيات نفسها مفروض عليها الاختيار دي وربط الطفل بالبيئه اللي بيعيش فيها. حتى لو في حدث اصلا في محافظه معينه، يجب ان العربيه المتنقله وهي طالعه نوعيه انتقاء الكتب اللي موجوده تبقى مراعيه ان احنا مش قادرين نفصل بين الطفل وهو بيعيش حياه خارجيه وبين المحافظه اللي هو موجود فيها. طبيعه الانشطه حتى برضك يعني محافظات مثلا زي دمياط بتهتم بالخشب ودي اولويه، فبالتالي حتى الكتب اللي هي تصنيع الاساس والديكور بتبقى ليها نسبه غالبه لاختيارات الكتب بقى، سواء للاطفال كمهنه نفسها وسواء للكبار لو هو مثلا اصلا من ضمن الحرفيين اللي موجودين في محافظه دمياط، فعايز يعرف اكتر، عايز يتعرف على مصادر معلومات بتهتم بالخشب ده حتى في اختيار المقتنيات نفسها. فبالتالي منعكس كمان على طبيعه الناس اللي هتقدم انشطه داخل المكتبات المتنقله. يعني على اي حال ان يكون عندنا مكتبات متنقله اصلا ده في حد ذاته مشروع عظيم جدا، وان يكون في تعاون، ما نبقاش يعني جزر منعزله، لا يبقى في تعاون ما بين قصور الثقافه من جانب، ما بين المكتبات العامه من جانب، ما بين المجتمع المدني، ما بين مشروع حياة كريمة نفسه، وكل ده بيصب في هذا المشروع. فده برضو يعني احنا كده بنقول كده يا بسنت زيادة الخير خيرين، عملنا حاجة واعتقد ان المشروع ممكن نبني عليه حاجات كتير تانية، ممكن نبني عليه حاجات كتير يعني مش بس في حياة كريمة. الحلو في الموضوع ان هما ما جابوش بس عربية حطوها في مكان ويلا يا جماعة تعالوا اقروا، لا كتب وانشطة وفعاليات ومهتمين باعمار معينة. وطيب لو الطفل ده عندهم افكار بقى يعني او رؤى، يعني النهاردة لو الطفل ده جالي وهو لسه صغير اكيد مش هيقعد في العربة لوحده، لا مامته هتبقى موجودة، طب هنشاركها ازاي في هذه الفعاليات، عندهم خطة هيعملوا ايه. جميل اللي هم بيعملوه، ربنا يوفقهم، واحنا هنا بندعمهم كل الدعم على هذا المجهود الكبير، لانه في الحقيقه وفي الاول وفي الاخر هو بناء الانسان ودعم الانسان المواطن المصري، هو ده همنا كلنا وهم اكيد الدوله المصريه. كل الشكر ليكي الاستاذه اماني حسن، مسؤول انشطه وخدمات المكتبات المتنقله بمنظومه مكتبات مصر العامه. شكرا ليكي يا فندم. شكرا ليكي يا فندم. شكرا جزيلا. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. Thank you.
خلينا نقول ان رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش اعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات في شهر مايو. نور الشربيني بتتصدر التصنيف العالمي للسيدات بعد سنه من هيمنه نوران جوهر لاعبه نادي وادي دجله على صداره تصنيف السيدات. نوران نفسها في الحقيقه جت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جت هانيا الحمامي، وكالعاده مصر بتواصل هيمنتها في صداره التوب 10، وده بالتاكيد وراء مجهود فني وبدني كبير جدا من جانب لاعبتنا، قراءه فنيه وافيه عن اسباب تربع بناتنا المصريات في صداره تصنيف سيدات الاسكواش. هنستعرضه دلوقتي مع امنه الطرابلسي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للسكواش، وهي بتكلمنا دلوقتي من امريكا. صباح الخير عليك يا امنه. صباح الخير استاذ حسام، استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. يعني احنا عندنا رياضه، يعني ما اعتقدش ان في رياضه تانية فيها نفس الانجاز ده على المستوى الدولي يا استاذه امنه، تتفق معايا ولا تختلفي؟ هي دي الرياضه الوحيده اللي عندنا فيها تصنيف للاعبين او لاعبات على المستوى العالمي بهذا الشكل يكونوا مصريات الجنسيه؟ الحمد لله احنا في السكواش عندنا مصر متصدره في الترتيب العالمي في الناشئين وفي الناشئات وفي الرجال وفي السيدات وفرق السيدات وفرق الرجال، الحمد لله يعني بجميع المراحل السنيه مصر متصدره الترتيب العالمي الحمد لله. يعني طب قبل ما ندخل بقى للتحليل الفني لاسباب تربع سيدات مصر، يعني ايه المعايير اللي بتستند عليها رابطه المحترفين يا استاذه امنه في اختيار صاحبه التصنيف الاعلى؟ هي رابطة المحترفين بيبقى ليها شروط في الأول، إن لازم يكون معديها سن معين اللي هو 15 سنة. بيبتدي اللاعبين يشاركوا في الأول في بطولات صغيرة، يعني الجوائز المالية بتاعتها صغيرة، وبتبقى النقط بتاعة البطولات دي يعني أكوردنج لحجم البطولة من الجوائز المادية يعني بتاعتها، والنقط كل نقطة بتضاف على للكريدت بتاع اللعيب، وده بيساعد ان يعني بياخدوا الافريج بتاع عدد البطولات والنقط اللي هم كسبوها في البطولات، وعلى الاساس ده بيبتدي بقى التصنيف بيظهر، وكل ما التصنيف بتاع اللعيبه بيتحسن بيقدروا يشاركوا في بطولات اكبر، وكل ما بيشاركوا في بطولات اكبر النقط بتزيد فترتيبهم بيتحسن اكتر، ويبتدوا يحسنوا في الترتيب العالمي. يعني الاول مثلا يبتدوا من 300 مثلا على العالم، وبعد ما يحرزوا بعض النقاط بيبتدوا يعني يتقدموا في الترتيب بأفرج معين بتبقى قسمه ما بين النقط وعدد البطولات اللي بيلعبوها، وده بيبقى هو اللي متحكم في ترتيب اللاعبين. طب يعني ليه السيدات هم المتفوقات في بطوله الاسكواش؟ يعني اعتقد ان في 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 منتخب الرجال او في تصنيف الرجال عندنا لاعبين اثنين بس، لكن السيدات احنا عندنا التفوق. احنا في الرجال، لا احنا في الرجال عندنا في من اللاعبين المصريين عندنا خمسه او سته، ما بين خمس لست لاعبين من يعني في التصنيف الاول العشرة على العالم عندنا من خمسه لسته لاعبين مصريين مش اثنين فقط. عندنا علي فرج ومصطفى عسل زي ما قلت عليهم، عندنا مصطفى عسل وعندنا علي فرج وعندنا طارق مؤمن وعندنا مروان الشرباجي وعندنا ثالث الدسوقي وان شاء الله ومازن هشام، وان شاء الله كمان يدخل معاهم كريم عبد الجواد. بس في النهايه برضو السيدات اكتر يا استاذه امنه. لا السيدات والرجال زي بعض تقريبا خمسه، ما بين خمسه لسته في التوب 10 بلايرز على العالم. كويس. طيب احنا بنتكلم عن في اسامي كده للسيدات في الحقيقه جامدين جدا جدا من زمان، يعني من فتره كبيره قوي هم متصدرين. لو بنتكلم على اسم زي نور الشربيني النهارده بتتصدر التصنيف العالمي بعد هيمنه فضلت مستمره لاكثر من سنه طبعا لنوران جوهر، فعوده نور مره اخرى للصداره شايفاها ازاي؟ طبعا هو الموضوع بيحتاج مجهود كبير جدا ومصابره، لان الترتيب نور كومباتيتيف كمان قوي في الملعب. طبعا لان اللاعبين عندنا بيلعبوا تحت ضغط جامد جدا، لان هم معروف ان هم الاوائل، فدايما الناس بتبقى متوقعه منهم مكسب، فبيبقى عليهم دايما شمل نفسي جامد جدا في الملعب، ان هم عايزين يثبتوا ان هم قد المسؤوليه دي، فبيبقى محتاج منهم مجهود ذهني وعضلي وعصبي وبدني جامد قوي. طب ايه الفرق بين لعب
ايه الفرق بين لعب نور ونوران؟ نعم. يعني انا حضرت على فكره ماتشات ليهم هما الاثنين والاثنين عاجبني جدا جدا جدا، لكن انت في وجهه نظرك كمحترفه ايه الفرق ما بين نور ونوران في طريقه لعبهم في الملعب؟ هو ما شاء الله بجد البنات عندنا كل واحده فيهم مميزه بحاجه، سواء نور او نوران او هاني حمامي، هما دول اول ثلاثه على العالم. نور يعني جيمها بيبقى بسيط جدا وسلس وفنياته عالية قوي، ونوران معتمدة على القوة والسرعة، وهانيا مزيج ما بين الاثنين يعني، فكل واحدة جيمها مختلف تماما عن الثانية ومميزة جدا في الجيم بتاعها في طريقة لعبها وأدائها في الملعب. يمكن وسائل الإعلام بتقول إن في بعض الرياضات بيسميها الرياضات الشهيدة، إن هي مش واخدة حقها إعلاميا زي الرياضات الجماعية زي كرة القدم في المقام الأول. برأي حضرتك إيه في فيما يتعلق بده، وخصوصا إنكم عاملين بالفعل يعني طفرة؟ لو إحنا بصينا لمركز مصر عالميا، إحنا يعني يا جماعة على المستوى العالمي إحنا جامدين جدا في هذا المجال بالذات. طبعا يعني احنا سكواش من الالعاب المميزه، ممكن تكون اكتر لعبه مميزه في مصر يعني، الحمد لله احنا عندنا ابطال عالميين في كل المراحل السنيه، بس للاسف طبعا مش واخده حقها زي بقيه الالعاب، لكن في الفتره الاخيره لان بدانا نستضيف بطولات كبيره جدا في مصر، 5 بطولات من اكبر البطولات اللي بتقام في السنه في الجدول يعني، البطولات 5 منهم بيقاموا في مصر، فبدأ الإعلام يهتم بيها شوية ويهتم إن هو ينشر البطولات يعني تذاع على الهواء، يعني مثلا زي البطولة اللي احنا فيها دلوقتي في شيكاغو، هو الماتشات متذاعة مع علم إن في فرق توقيت وكل حاجة، وبطولات كتيرة جدا بقت لعب يعني خارج مصر مش بس في مصر، بدأت إن هي تتذاع في قنوات مصرية، بدأ يعني بيتعب شوية في نشر اللعبة، وبرضه ان اللعيبه بتقدر ياخدوا حقهم شويه من في الحقيقه يا المكافاه النفسيه ليهم. انا عايزه اقول لك ان هم يعني احنا كاعلام احنا النهارده مش بس بنتابع وبندعم، لا كمان احنا بنشجع بناتنا وولادنا طبعا من لعيب الاسكواش اللي مشرفينا، فهم فرضوا نفسهم علينا في حته بقد ايه هم شاطرين، فاهمه قصدي؟ يعني هم فعلا متفوقين، انا شفت وحضرت بطولات وعارفه هم مجهود الكبير قوي قوي اللي بيبذلوه والديديكيشن خليني اقول اللي هم بيقدموه عشان خاطر يفوزوا بالمراكز دي، ناس مكرسه حياتها لشغلها وهذه اللعبه. كل شكر ليك يا أمنة طرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش، وكل التوفيق لبناتنا إن شاء الله في البطولات الحالية وفي المستقبل كمان، ويفضلوا متصدرين الصدارة في التوب 10. صحيح، وخلينا دلوقتي نروح لموجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا لمياء حمدين. صباح الخير. شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية والتاريخية بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، حيث تمت متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل عمر مروان لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي، حيث تم استعراض التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية ومستجدات إعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الإنصات لجميع الأصوات واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل وسيتم الإعلان عنها أو عن تفاصيلها قريبا. وبحث الاجتماع أيضا موقف الشركات التي يتم طرحها والمفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين العالميين. كما تناول الاجتماع موقف طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة بعد تقييمها من مقيمين عالميين. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته 24 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم. وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. هذا وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني. كما أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمله من كل الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. أدانت الخارجية الفلسطينية هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على القطاع. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب 20 آخرون. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار استهدفت عددا من المنازل والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشمال. وأشارت الوكالة إلى وجود عدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنازل. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت 4 عربات مسلحة ولاذت بعض العناصر بالفرار. وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لازالت مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية والمواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالخرطوم. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 487 شخصا و2612 مصابا. وأوضحت اللجنة أن نحو 70 من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة من أصل 88 مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن أكثر من 60 مستشفى متوقفة عن الخدمة في الولايات السودانية، والبعض الآخر مهدد بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، وذلك لمناقشة أزمة سقف الدين الأمريكي. من جانبها أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أن هناك فجوة كبيرة بين موقف الرئيس جو بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين، وأوضحت أن المساس بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة أو التخلف عن سداد الديون سيكون لهما تأثير سلبي على الدولار كعملة احتياطية. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. وزارة الصحة أعلنت امبارح أنها استقبلت أكثر من 35 مليون زيارة من السيدات، وده من بينهم 8,800,000 سيدة تلقوا خدمات صحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وده منذ انطلاقها في 2019 لحد النهاردة. صحيح يا بسنت. طيب إيه هي الخدمات اللي بتقدمها هذه المبادرة؟ مين المستهدف في الفترة الجاية؟ هنعمل إيه في هذا الأمر على مستوى جميع المصريين؟ على التليفون معنا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة يجاوبنا عن كل هذه التفاصيل. صباح الخير دكتور حسام. صباح الخير يا فندم، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. اهلا بيك يا فندم. يعني حابين نعرف من حضرتك اخر الاحصائيات الخاصة بالمبادرة فيما يتعلق بالفحص والخدمات اللي بيتم تقديمها.
يعني الخدمات هي موجهة إلى السيدات أو المرأة فوق سن 18 سنة للتعامل مع الكشف المبكر عن أي أعراض مرتبطة بالثدي، لأنه الحقيقة أورام الثدي هي من أكثر الأورام شيوعا بين النساء، ولكنها تتميز عن بقية الأورام بأنها يمكن الشفاء منها بنسبة تتجاوز 100% في حالات الاكتشاف المبكر. وبالتالي الحمد لله اللي بيتم اكتشافه مبكرا في المراحل الأولى منه بيتم علاجه بشكل تام ونهائي. فالفئة المستهدفة هي النساء فوق سن 18 سنة. الفحص الأساسي هو الكشف المبكر عن أي احتماليات لا قدر الله لوجود أورام بالثدي، لكن احنا مش بنكتفي لذلك، احنا بنتكلم كمان على الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمرأة من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، السكر، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة التي تسبب الأمراض غير المعدية أو الأمراض غير السارية. هاي يا فندم، يعني كمان عايزين نعرف يعني من حضرتك يمكن بروتوكولات العلاج المبادرة بتوفرها، يعني هل في بقى هنا رسوم بتدفع؟ لا خالص، هذه كل مبادرات السيد رئيس الجمهورية هي مبادرات تقدم على نفقة الدولة المصرية للمستهدفين بالمبادرات. المريض ما بيدفعش أي حاجة خالص. احنا بننقسم إلى حالات المسح في الأول، واللي بيحتاج إلى فحوصات متقدمة بيتم تحويله إلى مراكز الأورام المتخصصة سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية لإجراء مزيد من الفحوصات المتقدمة زي فحص الماموجرام على سبيل المثال، ولا قدر الله إذا لقينا حاجة بيتم سحب عينات وتحليلها لبيان إذا كانت أورام أو غيره. في حال لا قدر الله ثبوت بالتشخيص الكلينيكي والأشعاعي أو الأشعة والفحوصات وجود أورام، بيتم تقديم العلاج وفق البروتوكولات العلاجية الموضوعة من قبل المبادرة، أيضا بالمجان لكل اللي عندهم لا قدر الله أورام في الثدي. طيب الكلام ده متوفر يعني في كم محافظة؟ يعني اللي بتسمعنا دلوقتي في صباح الخير يا مصر تتوجه لفين لو في محافظة إيه؟ المتوجه في كل المحافظات. المبادرة المسح والتوعية موجودة في كل وحدات الرعاية الأساسية في كل المحافظات 27 محافظة، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة. عندنا 14 مركز للمتخصص في الأورام أيضا منتشر في المحافظات المختلفة تابع لوزارة الصحة، و14 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو في المستشفيات الجامعية، بحيث أن احنا نقدر نغطي كل المحافظات من خلال وحدات الفحص الأولي ومن خلال أماكن الإحالة والعلاج وتقديم الفحوصات المتقدمة. طب في كمان يا فندم كلام عن يمكن تجهيز هذه المراكز ببحوث تطبيقية، يعني عايزين نعرف الهدف منها إيه؟ يعني لا شك ان النهارده حضرتك عارفه انه الذكاء الاصطناعي والكشف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص وفي الكشف وفي الفحوصات، ده بيجعل الكشف اكثر دقه والفحوصات اكثر دقه. احنا النهارده شغالين على تقديم تقنيه الذكاء الاصطناعي في اجهزه الماموجرام وفي اجهزه الكشف عشان يبقى الفحص اكثر دقه وأقل في استهلاك الوقت وأسهل للقائمين على تقديم الخدمة العلاجية. طب دكتور عصام، عندنا أرقام؟ يعني هل تم، يعني عندنا مثلا تم اكتشاف كم حالة لغاية دلوقتي مصابة بسرطان الثدي في خلال هذه المبادرة؟ يعني احنا خلينا برضو عشان الناس تبقى عارفة، احنا بدأنا المبادرة في سنة 2019 في يوليو تحديدا 2019. من يوليو 2019 حتى هذه اللحظة تم اكتشاف 18954 حالة مصابة بسرطان الثدي في مراحله المختلفة. تم إجراء أكثر من 292786 أشعة ماموجرام وسحب أكثر من 28859 عينة أورام لتحليلها.
يعني مجهود كبير يا فندم. نشكرك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا ليك يا فندم. على اي حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين كلام عن الحوار الوطني اللي بيشكل مرحله مهمه في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وكمان بيعتبر خطوه جاده في الطريق نحو الجمهوريه الجديده. عشان يكون في مساحه مشتركه تكون نقطه انطلاق لمناقشه كافه القضايا النوعيه على الساحه الوطنيه من اجل تحقيق مستقبل افضل، وده اللي بينتظره المواطن المصري من هذه الجلسات او جلسات الحوار. خلينا نتعرف بشكل أكبر عن ماذا ينتظر المواطن المصري من هذا الحوار. كيف جلس كل هذه الأطياف بكافة تلاوينها السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة وعلى أرضية واحدة، وهي أرضية الوطن المصري، من أجل الوصول إلى حلول أو صياغة مقترحات تشريعية أو تنفيذية. بصحبتنا النهاردة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، الحديث أكثر عن التفاصيل او الكواليس اللي تمت فيها الايام الماضيه. صباح الخير يا سياده النائب، واهلا بكم منورنا. صباح الفل على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. صباح الخير عليك يا فندم. وحابين نعرف يعني في البدايه، شفنا جلسات الحوار الوطني بتشمل كافه فصائل المجتمع، احنا بنتكلم النهارده يعني فصائل سياسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، كل الفصائل متواجده، والنهارده المبادئ القائم عليها الحوار الوطني هو التفاهم ما بين الفصائل المختلفه والاحزاب المختلفه للاقناع. احنا النهارده مش موجودين عشان نناظر بعض، احنا النهارده موجودين عشان نوصل لحل ونتفاهم كلنا. هل ده معناه فتح باب التحاور امام كافه الاختلافات لوضع يمكن خريطه لاولويات العمل الوطني؟ هل ده مثلا هيساهم في العمل على تخطي ما يواجهه المواطن من تحديات موجوده النهارده؟ طيب خليني في البدايه ابدا من العنوان اللي حضراتكم وضحتوه في البدايه، وهو ماذا ينتظر المواطن من الحوار الوطني. في الحقيقه من بدايه دعوه السيد رئيس الجمهوريه للحوار الوطني، هو لم يدعو فئه معينه من الشعب المصري، ولكن دعا كل اطياف المجتمع الوطني المصري للحوار بكل مكوناته وكل مشتملاته، سواء المكونات الاجتماعيه او الاقتصاديه او السياسيه. وبدات جلسات الحوار الوطني من فتره طويله باختيار المنسق العام ورئيس الامانه الفنيه، ثم اختيار مجلس الامناء، ثم التدقيق في الملفات من مختلف التيارات والمكونات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه للدوله الوطنيه المصريه. احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كنا حريصين ان احنا نشتغل على كل الملفات بشكل نوعي وبشكل جغرافي. بشكل نوعي شفنا الكثير من القضايا المتعلقه بالحوار الوطني، وسواء كانت الاقتصاديه او السياسيه، وادرنا حواليها ورش عمل، سواء كانوا مع المؤثرين، سواء كانوا مع النقابات، سواء كانت مع مختلف الاطياف المجتمعيه، وكان في عدد من المخرجات سلمت بالفعل للامانه الفنيه. وجولات داخل المحافظات، ده من ناحيه جغرافيه، شملت تقريبا كل المحافظات، وصلنا للقرى والنجوع والكفور علشان نوصل لامرين. الامر الاول ان احنا نرفع عدد من مقترحاتهم، ثانيا التوعيه باهميه المشاركه في الحوار الوطني اللي كان مفتوح المشاركه فيه لكل المواطنين من خلال الرابط الالكتروني اللي اعلنته الاكاديميه الوطنيه للتاهيل والتدريب. فبالتالي ده من حيث بدايه الحوار الوطني. من حيث مخرجات الحوار الوطني هتشغل كل مواطن مصري، لان في النهايه هيبقى في عدد من المخرجات المتعلقه بالاقتصاد، وده بيمس حياه المواطنين بشكل يومي، متعلقه بالسياسه والمشاركه السياسيه، ودوت برضك متعلق بحياه المواطنين، القضايا الاجتماعيه. ولو نظرنا لجدول اول جلسات اللي هي خلال الفتره القادمه هيتم عقدها، هتجدي ان المحور السياسي حاضر، المحور الاقتصادي حاضر، المحور الاجتماعي حاضر في اولى الجلسات التي تبدا بها الحوار الوطني. طب احنا عارفين يعني او معلوماتنا ان في 19 لجنه هتناقش حوالي 113 قضيه، ابرزهم ايه؟ اكتر قضايا ممكن تمس المواطن بالفعل ايه؟ بطبيعه الحال
المواطن دلوقتي بيعيش هم اقتصادي بسبب ما يحدث في العالم وتداعياته على كل أرجاء المعمورة. رفع الفائدة في الولايات المتحدة أثر على كل دول العالم. حنان المزداد إزاي؟ يعني خليني أقول لحضرتك، المواطن بشكل أو بآخر كل الملفات بتمسه وفقا لطبيعته ووفقا لأولوياته. الأولويات الشخصية جزء كبير من الأولويات العامة. يعني في مواطن هيشغله بشكل كبير ارتفاع الأسعار والتضخم اللي ضرب الأسواق العالمية، وده أثر على حياته اليومية بشكل كبير، لا سيما إن الدولة الوطنية المصرية يعني شافت الفترة اللي فاتت الآثار المتعلقة بكورونا بشكل كبير، آثار الحرب الروسية والأوكرانية، واللي أثرت بشكل محدد على عدد من السلع الاستراتيجية زي القمح اللي احنا بنستورده من روسيا، زي المحروقات اللي هي في نقل البضائع وكذا. فبالتالي هيبقى في ملفات بهذا الحجم موجودة على طاولة النقاش. في جزء تاني هيهتم بالعملية السياسية، وهنكتشف ان احنا مع بداية الحوار الوطني بنتكلم حول النظم الانتخابية، بنتكلم حوالين قانون الأحزاب السياسية متعلق، يعني الكثير من الأمور في هذا الاتجاه. مثلا اديني عناوين اقتصاديا، مثلا اقتصاديا زي غلاء الأسعار هنقول وارتفاع إيه؟ الأسعار نقاش بيوصل تمام إيه؟ بنشوف يعني احنا يا عم مقترحات تنفيذية يا اما تشريعات، هنعمل ايه هيبقى في عدد من المقترحات التنفيذية او التشريعات وفقا لي. حضرتك عارف ان تحديدا الملفات الاقتصادية ممكن يضغى على الرؤية فيها الجانب الأيديولوجي، فهتجد مثلا ان الافكار اليسارية في اتجاه معين في محاربة غلاء الأسعار، في بعض التوجهات الرأسمالية مع توجه معين، لكن في الحقيقة اللي هيتم تحديده هو اللي هيصلح لمواجهة للتطبيق ومواجهة غلاء الأسعار. هتكتشف أيضا أن في الأحزاب السياسية مدعوة، ونكتشف أن قانون الأحزاب السياسية، وإحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدينا مقترح حول قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظم الانتخابية وحاضرة من الجلسة الأولى. القضايا الاجتماعية منها مثلا القضية الشهيرة اللي بتهتم بها عدد من الناس زي قانون الولاية على المال وقانون الولاية على النفس والوصاية بأشكالها وكذا، دي كلها والزواج والطلاق وارتفاع نسبهم والتماسك الأسري، كل تلك القضايا مطروحة، وهي قضايا بتمس المواطنين بشكل مباشر. يعني في ناس بشكل أو بآخر متضررين من بعض الأحوال، الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، في بعض الناس متضررين بسبب الأسعار وغيره من الأمور الاقتصادية، في ناس بتشوف إن هي في من أجل مشاركة سياسية أفضل يجب بعض التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب السياسية علشان يمنع المحاباة والمغالاة داخل الأحزاب السياسية، فتكون قادرة وجاذبة على جذب المواطنين وتمثيل أصواتهم بأفضل شكل. يمكن ده المهم إن المواطن يحس بقى إنه هذا الحوار يمثله أو بيمس حياته، فإزاي إحنا نوصل النقطة دي بالتحديد للمواطن؟ هتوصل للمواطن من أمرين. هي الأمر الأول هو فتح باب المشاركة، وده تم بالفعل من خلال فتح باب المشاركة للمواطنين العاديين في تقديم مقترحاتهم، بالإضافة للدور اللي لعبناه مثلا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحلقة وصل ما بين الشارع والأمانة الفنية للحوار الوطني في رفع العديد من التوصيات والمقترحات بعد جلسات الاستماع اللي احنا أدرناها في الشارع. الجزء الثاني هو ما يمسه بشكل مباشر بعد انتهاء الحوار الوطني، لأن الحوار الوطني هيبقى ليه مخرجات وتوصيات هيكون من أثارها تعديل بعض الأمور الاقتصادية، تعديل بعض الأمور الاجتماعية، بتعديل بعض الأمور السياسية، وده بشكل أو بآخر هيعود على المواطن لما يمسه بشكل مباشر ولما التوصيات دي تبدأ في طور التنفيذ. يعني بشكل عام الجلسات منعقدة لغاية امتى؟ ممكن نشوف مخرجات حقيقيه امتى؟ تشريعيا او تنفيذيا؟ اكيد تنفيذيا الاول. يعني لو قلنا ان عدد القضايا اللي حضرتك رصدتها ده هيحتاج لعدد من الجلسات، فاعتقد ان الحوار الوطني ممتد لفتره مش قليله، وانا اتمنى اللي هو يبقى حوارا ممتدا غير منقطع. موسمي بقى شهري بالظبط. تمام. أما بالنسبة للمخرجات فأعتقد أن في إرادة سياسية حقيقية اللي دعت لي هذا الحوار قادرة على تحقيق وإنفاذ التوصيات بشكل قوي، سواء كانت تشريعات سواء كانت قرارات تنفيذية من الحكومة، كل المؤسسات هي قادرة على تحقيق التوصيات اللي هتخرج إن شاء الله من مخرجات الحوار الوطني. هنتكلم عن يمكن الحوار الوطني جفت
في وقته زي ما بيقولوا، يعني فرصة كويسة للأحزاب سواء المشاركة في البرلمان أو الأحزاب الغير مشاركة في البرلمان، إن هم النهاردة يخلقوا حياة سياسية مختلفة، إن النهاردة يبقى فيه نوع من أنواع التحاور والتفاهم ما بينهم. ويمكن نتكلم النهاردة في إجراء حوار جاد، يعني لما يكون في آليات لتنسيق هذا الحوار بتختلف، والمشاركة المختلفة من كافة الأحزاب في هذا الحوار بتبقى هنا النهاردة المواطن نفسه شايفها، فنقدر نقول عليه حوار جاد ومختلف. خليني أسألك، يعني هل ده هيفيد المواطن إزاي؟ إنه هذه الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية تجري هذا الحوار الجاد وتستعرض خططها وبرامجها، كيف سيؤثر هذا على المواطن بشكل عام؟ في تأديري إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من هذا الحوار الوطني، لأنه ببداية الحوار الوطني أصبح شريك رئيسي في صناعة القرار السياسي للدولة الوطنية المصرية. والقرار السياسي هنا مش مقصود به السياسة فقط، السياسة بتشمل الاقتصاد، بتشمل المباشرة السياسية، بتشمل الاجتماع، بتشمل كافة أوجه الحياة. فبالتالي هيكون مهم جدا أن تكون تلك التوصيات معبرة عنه، وده هيكون دور القوى المشاركة داخل الحوار الوطني بشكل مباشر أو من خلال التوصيات وأوراق العمل التي قدمت مباشرة من المواطنين. الحقيقة هنا إحنا أمام حالة جديدة لها عدد من الدلالات. الدلالة الأولى هو استقرار سياسي للدولة الوطنية المصرية وقدرة وقوة على إدارة ومناقشة قضايا بمثل تلك الأهمية. أعتقد أن الإدارة الجادة والحوار الجاد هو مسؤولية على كافة أطياف الحوار السياسي علشان نخرج بأفضل مخرجات وتوصيات يقدر يستفيد بها الشارع المصري ويستفيد بها المواطن المصري بالمقام الأول. طيب، يمكن اللي قاعد شايفنا مش عارف مين هم المشاركين وإزاي كم تلاوينهم السياسية أو اختلافاتهم الأيديولوجية مع الدولة المصرية، ادينا نظرة. الجلسة الافتتاحية معبرة جدا. الجلسة الافتتاحية كان الحضور فيها لكافة ممثلي أطياف المجتمع المصري. إذا تحدثنا عن نقابات فهي حاضرة، إذا تحدثنا عن الأحزاب فهي حاضرة، إذا تحدثنا عن الاقتصاديين فأبرز الاقتصاديين كانوا حاضرين، إذا تحدثنا عن الرياضة فكانت أقطاب الرياضة المصرية حاضرة. في الحقيقة حالة من الإجماع الوطني على أهمية الحوار، وكان معبر عنه الجلسة الافتتاحية اللي شارك فيها كافة أطياف المجتمع الوطني المصري، وبيأكدوا على رسالة هامة أن هذا الحوار جاد، أن هذا الحوار هام، أن مخرجاته وتوصياته يجب أن يتم التأني فيها والمشاركة فيها مع كل مكونات المجتمع المصري. أنا تاني عايز أرجع لنقطة الشمولية، لأن يمكن إحنا ما شفناش ده قبل كده، الأحزاب المصرية كافة تجتمع على حوار وطني، الناس شايفاه عبر التلفزيون، الناس قادرة تشارك فيه كمان. فحابة أركز على النقطة دي وإيجابياتها، يعني هل النهاردة خلق هذا الحوار اللي جات في الحياة السياسية نقدر نقول إن هو نقطة تحول؟ دي حاجة. تاني حاجة، إزاي بقى منه هنقدر إن احنا ندعم كافة القطاعات؟ احنا بنتكلم هنا القطاعات الاقتصادية كمان، إنه دولة بتدعم المستثمرين، فكيف سيؤثر هذا الحوار الوطني على دعم القطاعات المختلفة؟ خليني أقول وشمولية وجود الأحزاب. خلي حضرتك يعني خلي بال حضرتك من نقطة مهمة. الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كانوا مجتمعين وحاضرين على أهمية الحوار، وكانوا متفقين على جدية الحوار. أحزاب سواء كانت من أقصى اليمين لأقصى اليسار، أحزاب مؤيدة، أحزاب معارضة، كافة وجهات النظر مطروحة على مائدة الحوار، تمام، بكل توجهاته بكل مشتملاته. ده برضو ما كانش يقتصر على الشق السياسي، نتعرض للشق الاقتصادي اللي حضرتك اتكلمتي فيه أيضا. كل المدارس الاقتصادية اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، بل التجارب الدولية هي حاضرة داخل هذا الحوار. وبالتالي كل شخص وكل مؤسسة ستقدم أفكارها وستناقش تلك الأطروحات، والقابل للتطبيق والذي سوف يشكل
المصلحة الوطنية سيكون ضمن التوصيات التي سوف تمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، وهو إيزان ببدء الجمهورية الجديدة في تقديم. طب وإحنا هنعرف إزاي القابل للتطبيق؟ كيف ستكون الآلية لاختيار الأفضل ما بين هذه القرارات؟ خليني أقول لحضرتك الأسس العلمية هي الفيصل. النهاردة إذا أردت أن تضع أمر في مجال أنه صالح للتطبيق أو غير صالح للتطبيق، ففي مجموعة من الأسس العلمية حاكمة للمسألة دي. الخروج عنها هو خروج عن إمكانية التطبيق، التوافق معها هو توافق مع مسألة القدرة على التطبيق. فبالتالي حضرتك ممكن تجي لي بنظرية تاريخية لكنها غير قابلة للتطبيق وفقا للأسس العلمية في الوقت الحالي، بالإضافة للمعلومات الكافية لإمكانية تطبيق تلك الفكرة من عدمها. فبالتالي لو حضرتك اتبعت الأسس العلمية هتعرف مدى الإمكانية في التطبيق من عدمه. بعدت عن الطرق العلمية واتبعت يعني الأمور الشعبوية أو الخطابات الجوفاء اللي بعيدة عن هذا النسق، هتكتشف أن إمكانية التطبيق منعدمة. واحد من مبادئ او مبادئ الحوار الوطني هم اربعه، خليني اقول: التفاهم للاقناع، الجلسات ليست مناظره بين الرؤى السياسيه، الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركه وحتى في رابط لدخول المواطنين ومشاركه برايهم، وفي كمان الاعلام المصري في الحقيقه عامل دور كبير جدا جدا، هم بينزلوا الشارع وبيسالوا الناس حابين يسمعوا ايه او يشوفوا ايه في الحوار الوطني، وفي كمان يعني مصر اولا، وده اهم مبدأ خليني أتكلم عنه، بمشاركة أحزاب مختلفة. إزاي النهاردة الجميع بيسيبوا انتماءاتهم على جنب ويبتدوا أن هم يحطوا مصلحة الوطن أولا ويقولوا يعني إحنا حابين نشوف إنجازات في 1، 2، 3. حابة أتكلم عن النقطة دي. يعني لو هناخد من الآخر للأول فهو إعلاء المصلحة الوطنية. وخليني يعني أستغل الفرصة اللي أنا مع حضراتكم ووجه رسالة لكل القوى المشاركة بأهمية إعلاء المصلحة الوطنية، سواء في الرأي تمام أو الرؤى المقدمة للحوار الوطني، والبعد بقدر الإمكان عن المسائل الشخصية أو المصالح سواء كانت الحزبية أو الاقتصادية الضيقة. إحنا أمام فرصة تاريخية على الجميع أن يعمل لإنجاحها إعلاء للمصلحة الوطنية المصرية. فكرة النقاشات والحوارات قائمة على التفاهم بقدر كبير، احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعي يقينا هذا الأمر، لأن احنا أصلا أسسنا كمنصة حوارية تجمع بين مختلف طيف السياسة في مصر، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من مؤيدين إلى معارضين، وكنا دوما في حالة حوار ونعي يقينا أهمية الحوار ونتائج تلك الحوار، أنها نتائج سرية وأن الاختلاف في وجهة النظر لا يفسد للوطن قضية، كان رأينا من البداية وندعم هذه الفكرة بقوة. صحيح. طيب تنسيق شباب الأحزاب بتعمل إيه؟ ده سؤال برضو مطروح على الساحة. هل أنتوا الأمر مقتصر فقط على التنظيم ولا المداخلات ولا الآراء؟ يعني كلمني على مستويات مشاركة تنسيق شباب الأحزاب. من اللحظة الأولى اللي أعلن فيها السيد رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية عن بدء حوار وطني، احنا تلقينا هذا النبأ بسعادة بالغة، وقمنا بعمل ضخم خلال الفترة اللي فاتت في تأديره على المستوى الفني وعلى المستوى الجغرافي لجمهورية مصر العربية. على المستوى الفني أدرنا العديد من الورش مستعينين بالخبراء والفنيين المتخصصين في كافة القضايا سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، عشان نعرف توجهاتهم علشان نعرف نوصل عشان نقرأ الموضوع يعني لكافة الرؤى والإطروحات المتعلقة بهذه الأمور. أما على المستوى الجغرافي إحنا وصلنا إلى النجوع والقرى والكفور في أقصى محافظات مصر، يعني من اسكندرية لأسوان زرناها علشان سواء كان من خلال أعضائنا أو النواب في مجلسي الشيوخ ومجلس النواب، كلهم كان في لقاءات مستمرة علشان يحصل جلسات مع المواطنين بشكل مباشر ورفع التوصيات. وكان عندنا كمان قبل رفع التوصيات في أمور كانت بتحتمل معالجات تشريعية أو معالجات رقابية في مجلسي النواب والشيوخ، دي ما انتظرناش فيها اللي احنا نقدمها للأمانة الفنية للحوار، وتقدمنا بيها كل أمر حسب ما يحتمل، اللي كان محتاج أداة رقابية تقدمنا بيها،
واللي محتاج أداة تشريعية تقدمنا بيها واشتغلنا بالفعل مع الجهات التنفيذية في تحقيقها. وصولا للمرحلة الحالية والتنسيقية مشاركة بقوة في كافة الملفات والورش المعقودة داخل الحوار الوطني. مفيش قضية مطروحة داخل الحوار الوطني إلا والتنسيقية مقدمة في ملف وفي أحد أعضاء التنسيقية يتقدم بطرح متعلق بهذا الأمر أو بتلك المسألة أو بتلك القضية. يمكن منسق الحوار الوطني الأستاذ طبعا ضياء رشوان أكد أن الحوار بلا خطوط حمراء. شايف ده إزاي؟ سقفنا الدستور. السقف كل حد هيتحدث في إطار الشرعية الدستورية للدستور القائم وهو العقد الاجتماعي للدولة الوطنية المصرية من حقه يدلي بما يراه من رأي. وفي الحقيقة الفيصل في الآخر هو إمكانية التطبيق على أسس علمية. فإذا وجدنا أمر متعلق بمسألة ما قابل للتطبيق وقابل على وضع مزايا للمواطن بشكل أو بآخر تمام ومبني على أسس علمي وهنا أنا بحط خطين تحت أسس علمي لأن قد يكون هنالك كلام بيداعب المشاعر يداعب العواطف لكن في الحقيقة هو حديث شعبوي غير مبني على أسس علمية وغير قابل للتطبيق فده إزاي هيتم تطبيقه. أنا عايز أوصل لده أنا لو عايز أمسك ده بمعنى آخر أنا عندي قطاع كبير من المواطنين ما عندهم رؤى قد تتفق أو تختلف معها بس هو نيته صافية هو عايز البلد تبقى أفضل ممكن يبقى أسلوبه وحش أو أسلوبه حلو بس في النهاية برضو إحنا بنتكلم على أنه هو نيته صافية. أنا أجيبه إزاي هذا المواطن حضرتك في الحوار الوطني إزاي تجتذبه علشان يخش على الإيميل ويشارك ويبقى عضو فعال بدل ما يبقى فيه نقد هدام يبقى فيه نقد بناء. ده دور بالفعل إحنا قمنا به من حملات التوعية أثناء جولاتنا في المحافظات ومن خلال منصاتنا الإعلامية كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني. وفي الحقيقة مش الاستحقاق الأول ولا الأخير اللي احنا بنقوم بهذا الأمر. احنا طول الوقت بيبقى عندنا توجه عام بأهمية الدعوة للمشاركة لأي استحقاق والإدلاء بوجهة نظر هذا الشخص أيًا ما تكون وجهة النظر دون إملاء. قمنا بهذه المسألة ومستمرين فيها ومن خلال برضو منبر حضرتك بندعو المواطنين للاستمرار في المشاركة الاستمرار في متابعة الجلسات المستمرار في مسألة التقييمات اللي موجودة في التوقيت الحالي حول عمل الحوار الوطني ده شيء مهم لأن في النهاية مخرجات وتوصيات الحوار الوطني هتمس المواطن المصري في كافة القضايا اللي بيقابلها كل يوم من أول مواصلاته لغاية الأكل والشرب لغاية الزواج والطلاق والأحوال الشخصية أنا ببسط الأمور كل دي هي قضايا مطروحة في الحوار الوطني ومخرجاته هتمسه بشكل مباشر وبالتالي مشاركته الإيجابية في الحوار الوطني ودعوتنا ليها من اليوم الأول ده أمر مهم وأمر ضروري كلنا يجب أن نتكاتف علشان المواطنين يشاركوا فيه. هل في الحوار الوطني في تباحث يمكن لرؤى او في خطط لدعم دور المراه او خلينا نقول الفئات الاولى بالرعايه يعني ذوي الاعاقه هل في ده موجود في الحوار الوطني؟ طبعا في لجنه متعلقه بالشباب لجنه متعلقه بذوي الهمم من متحدي الاعاقه لجنه متعلقه بالمراه كلها من اولويات العمل الوطني وكلها مفتوحه للنقاش وكلها ما دمنا في إطار الدستور فكل شخص ليه وجهة نظر في أحد تلك الأولويات يتقدم بيها وفي النهاية القابل للتطبيق سوف يتم تطبيقه. يعني إحنا بننتظر أن الناس كلها تشارك وبننتظر أن الناس كلها أيضا تدلي برأيها وتخش وتشتبك زي ما بيقولوا ويدلوا بآرائهم ويبقى في نوع من أنواع التبادلية والأريحية في التعامل مع لجنة الحوار ولكن أنا برضو يعني بقول إن في لازم يبقى في دور ليكم أنتم حتى كتنسيق شباب أحزاب تحديدا لأنكم ربما يعني جيل الوسط أو جيل المنتصف أنكم تجذبوا هذا الأمر ما فيش آلية لده ست النائب الدور القائم أنا وضحته لحضرتك من اليوم الأول ومستمرين فيه بكل أدواتنا وبكل وسائلنا من اليوم الأول للدعوة للحوار الوطني التنسيقية على مدار الساعة عمل وجهد في دعوة المواطنين السماع للمواطنين حثهم على المشاركة
بآراء ورؤى في الحوار الوطني، وصولا لليوم الأخير بالتوصيات والختام. احنا منعقدين والأهم تبسيط هذا الأمر علشان نشتغل بهيئتنا التشريعية وهيئتنا التنفيذية للتأكد من ان أولويات العمل الوطني كمخرجات من الحوار الوطني يتم تنفيذها، سواء كانت بمقترحات تشريعية، واحنا هيئتنا البرلمانية في مجلس النواب والشيوخ جاهزة لهذا الأمر، كمقترحات تنفيذية في كل المحافظات قادرين على تحقيق هذا الأمر. إنجاح الحوار الوطني هو يعني مسؤولية على الجميع، سواء أثناء جلسات الحوار الوطني، وصولا لمخرجات الحوار الوطني، وصولا إلى تنفيذ وتطبيق مخرجات العمل الوطني، مخرجات الحوار الوطني بأولويات للعمل الوطني خلال المرحلة القادمة، واحنا جاهزين لهذا الامر ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتابع يا فندم، واكيد يعني مستنيين كمان مخرجات الحوار الوطني، بنتابعها اول باول، وبتتمنى لكم التوفيق، لان زي ما حضرتك قلت وجودكم في قرى ونجوع وحتى المناطق الحدوديه، يمكن انتوا رحتوا عشان تعرفوا المواطن هيبقى محتاج ايه وتوصلوا ده، كان ده الدور الكبير اللي انتوا بتلعبوه، ده المهم، انه توصلوا صوت المواطن داخل الحوار الوطني. فمشاركة الأحزاب هي حاجة مهمة جدا جدا، لكن في الأول وفي الآخر هو كل ده للمواطن، فمهم صوته أكيد يوصل. كل الشكر ليك سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، شكرا يا فندم على وجودك معنا. شكرا لحضراتكم، وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. وبكده مشاهدي الكرام تكون حلقتنا خلصت النهارده، كنت معاكم على مدار 3 ساعات، أنا مصطفى كفافي وبصحبتي زميلتي العزيزة بسنت الحسيني، وبصحبتنا أيضا على الأول زميلتنا لمياء حمدين. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من 7 حتى 10. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير مصر.